يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار في كل مكان، وحلقة جديدة من بلس 90، أول حلقة في الأسبوع وأول حلقة كمان بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف صحة وسلامة يا رب. بالتالي الكواليس كتير جدا والأحداث كتير قوي على مدار الأيام السابقة من ساعة ما خدنا الأجازة، التطورات لحد اللحظة دي مستمرة، وانتم عارفين احنا هنا في مصر يعني ايه وجبة دسمة لأي واحد نفسه يسمع أي نوع من أنواع المشاكل. أي مشكلة ليها علاقة بالرياضة هتلاقيها عندنا هنا في مصر، أي مشاكل ليها علاقة بالدوري وتأجيلاته ومواعيده وترتيب مبارياته وكل هذه الأمور مش هتلاقيها غير عندنا هنا في مصر. للأمانة الشديدة احنا عندنا أسوأ نظام مسابقة في الشرق الأوسط ويمكن في العالم كله. عندنا كل حاجة مش متظبطة بالشكل المظبوط الصحيح اللي المفروض يحصل. ده حقيقي. في امور خارجه عن الاراده، للامانه الشديده في امور خارجه عن الاراده. انا بالتحديد هنا بتكلم ايه؟ كلامي ده بخصوص ايه؟ بخصوص التطورات اللي بتحصل دلوقتي وموقف نادي الزمالك من مباراه القمه ومن مباريات الفريق في الدور الثاني تحديدا. لان زي ما حضراتكم تابعتم على مدار الايام السابقه، في البعض تابعه وفي البعض يمكن كان بيأجز مريح شويه، يعني ايه مدي دماغه اجازه شويه من الاخبار والمشاكل بتاعه الرياضه عندنا هنا في مصر. لكن في نفس الوقت زي ما بقول لك الكلام كتير جدا جدا. طيب اخر التطور او اخر التطورات اللي حصلت بخصوص موقف نادي الزمالك من مواجهه يوم الثلاث امام النادي الاهلي، هقول لك موقف الزمالك، موقف الرابطه، موقف الوزارة، وموقف النادي الأهلي، وموقف النادي الأهلي اللي هو لحد دلوقتي مش طرف، بس في حالة وحيدة هيخش فيها النادي الأهلي طرف وهنا الدنيا هتشعل أكتر. أنا بقول لك من دلوقتي لو دخل النادي الأهلي طرف زي ما الزمالك دلوقتي طرف مع الرابطة والدنيا مش عاللة، بس لما يخش الأهلي الرابطه مش بتواجه الزمالك دلوقتي او مش بتحاول تقنع الزمالك فقط بان هو يلعب الماتش، لا هيبقى عندها اهلي وزمالك وبعد كده هيدخل بيراميدز وبعد كده ايه الدوري يبوظ وكل سنه وانت طيب بالشكل ده لو فضلنا ماشيين بالطريقه دي في السكه دي. لان مطالب نادي الزمالك تعتبر في رايي ناس كتير قوي هي مطالب تعجيزيه. النهارده الجلسه اللي حصلت ما بين مسؤولي نادي الزمالك بطلب من الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وحضر من مسؤولي نادي الزمالك الأستاذ حسين لبيب أو كابتن حسين لبيب طبعا رئيس النادي، أيضا حضر نائب رئيس النادي كابتن هشام نصر، وحضر أيضا أمين صندوق النادي نادي الزمالك الأستاذ أو الدكتور حسام المندوب. الجلسة دي أثرت عن إيه؟ خليني أقول لك بعض الكواليس شوية من الجلسة دي. أول حاجة الزمالك تمسك أشد التمسك بعدم لعب اي مباريات من الدور الثاني لحد ما المنافسين يلعبوا ماتشات الدور الاول، وده موقف معلن لنادي الزمالك متاخر جدا. اللي هو امتى متاخر ده؟ اللي هو بعد ماتش المصري لما الزمالك خسر. هل هزيمه المصري هي اللي فتحت هذه الابواب بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك؟ ربما وبنسبه كبيره، ربما وبنسبه كبيره عشان نكون منطقيين مع بعض. اصل ما فيش مبرر يخلي نادي الزمالك يطلب المطالب دي غير ان هو تعرض لهزيمه قدام المصري وداخل على المباراه صعبه جدا امام النادي الاهلي. لان الزمالك لو كان عنده الرغبه دي كان من البديهي جدا ومن الاولى ان هو يقول مطالبه دي من بدري، من شهر 2 او يمكن شهر 2 لما اتحط التعديل الاخير لبطوله الدوري واتبعت لكل الانديه ولم يعترض اي نادي من الانديه بما فيهم نادي الزمالك. فانت عندك تعيق. وبالمناسبه انا مع اي نادي ان هو يدافع عن حقوقه من وجهه نظره، ما فيهاش اي مشكله خالص، بس لازم تراعي المنطقيه من خلال دفاعك عن حقوقك، ولازم يكون في اجابات على كل الاسئله اللي بتطرح من جماهير الزمالك ومن جماهير الاهلي ومختلف الجماهير. الاهلي برضو لحد دلوقتي مش طرف، انا بقول لك من جماهير الكره المصريه يعني. فيفتقد نادي الزمالك لبعض من المنطقيه او لبعض من المنطق في قصه المطالبه بتاجيل مباراه الاهلي او عدم خوض المباراه لحد ما الاهلي وبيراميدز يلعبوا مباريات الدور الاول. المهم الزمالك تمسك بموقفه، الاستاذ احمد دياب خلال الجلسه اعتذر الاول عن تصريحات اللواء ثروت سويلم عضو الرابطه اللي اتقالت في تصريحات في احدى القنوات تقريبا او في احدى البرامج، واللي شافها مسؤولي نادي الزمالك ان هي تصريحات يعني لا تتناسب ابدا مع قيمه نادي الزمالك يعني، وان هو خرج نادي الزمالك من منافسه وامور من هذا القبيل.
النهارده نادي الزمالك والمسؤولين اللي حضروا الجلسه اللي قلت لحضراتكم على اسمائهم كانوا رايحين مرتبين كلامهم جدا، قال لك احنا عندنا عدد من المباريات معين في بطوله الدوري نقدر نوصل لو كسبنا الماتشات دي نوصل لنقطه 74، يعني معنى كده ان احنا ناس بننافس على بطوله الدوري لحد اللحظه دي، احنا مش خارج المنافسه زي ما البعض بيقول. وجهه نظر المسؤولين في نادي الزمالك. الاستاذ احمد دياب قال لهم يا جماعه طب نلعب ماتش الاهلي نعدي الماتش ده واوعدكم باي تعديلات نعملها بعد كده، لان انتم اتاخرتم في ان انتم تبدوا اعتراضكم على التعديلات اللي حصلت من شهر من كام شهر فاتوا، فانتوا جايين في وقت ضيق. انتوا اعترضتوا يوم الثلاث والبيان بتاعكم كان يوم الثلاث والماتش يوم الثلاث، فانا كربت الحق احل امتى، الحق اعمل ايه امتى، بخلاف ان الرابطه بالمواعيد بتاعه المباريات بكل الامور اللي ليها علاقه بهذه التعديلات الاخيره التي لم يعترض عليها احد قالت لك احنا في مواقف مجبرين عليها، عندك تاجيلات ليها علاقه بمنتخب مصر ومطالب الكابتن حسام حسن، وده قرار ان احنا واخدين ان احنا ندعم الكابتن حسام حسن وننفذ كل طلباته، طلبات ليها علاقه بتاجيلات مش من النادي الاهلي بس مجبر عليها الرابطه بسبب مشاركات الاهلي المختلفه في البطولات سواء الافريقيه العالميه او السوبر ليج اللي اتلعب او الكام ماتش اللي لعبهم في كل البطولات، يعني واخد بالك، بما فيهم الزمالك اللي فيه برضه بعض المؤجلات اللي كانت لنادي الزمالك بسبب مشاركاته في الكونفدراليه ووصوله للمباراه النهائيه وفوزه اخيرا كمان ببطوله الكونفدراليه. فدي كلها امور الرابطه اتحطت فيها ولجنه المسابقات اتحطت فيها. فبالدليل قعد الاستاذ احمد دياب يشرح لمسؤولي نادي الزمالك. اقول لك للامانه الشديده مسؤولي نادي الزمالك في الجلسه يعني تحس ان هم طبقا للمعلومه اللي عندنا كان في سنه مرونه، خليني انقي مصطلحاتي بالظبط، سنه مرونه، بس حتى سنه المرونه دي لو كانت موجوده فالموقف اصبح صعب جدا جدا على مجلس اداره نادي الزمالك نفسه. ليه؟ لان انا جيت كمجلس اداره نادي الزمالك بعد الماتش وانا زعلان من هزيمه المصري وربما زعلان من بعض الاخطاء التحكيميه من وجهه نظري في المباراة، فتسرعت وانا بعني الكلمة اللي بقولها، انا بحترم جدا جدا مجلس ادارة نادي الزمالك واعضائه يعرفوا كده كويس جدا اعضاء المجلس ومواقفنا واضحة، لكن للامانة الشديدة نادي الزمالك تسرع في اتخاذ قراره وتسرع في بيانه، يعني بالبلدي كده خليني اقول لك ايه، سخنا شويه كمجلس اداره الزمالك، احنا سخنا شويه. هزيمه داخلين على ماتش اهلي رغم ان الاهلي اصلا في اسوء حالاته كده كده، بس في كل الاحوال ده مش شك نتكلم فيه، احنا بنتكلم في ايه؟ في ان الماتش ده صعب كده كده على فرقتين، وفي نفس الوقت انا خارج من هزيمه، وفي نفس الوقت اصلا انا يعني فرصه المنافسه صعبه جدا بسبب فرق النقاط ماشي، وان بيراميدز كمان ماشي بشكل مميز، فبالتالي تسرع نادي الزمالك في ابداء رأيه وقراراته وطلباته من الرابطة بعد المباراة دي. فالقصة كبرت، لأن للأمانة برضو أنا كمجلس إدارة نادي الزمالك أو أي نادي بتبقى وحشة قوي لما أخد قرارات وتراجع فيها، بس أنا فعلا تسرعت. إيه المنطق بخلاف طبعا بعض الكواليس اللي أنا هسردها لحضراتكم أثناء الجلسة، لكن خلينا نتكلم بشكل تدريجي شوية. ايه المنطق في اني اكون لعبت كنادي بعترض على ان المنافسين بتوعي ما لعبوش مبارياتهم في الدور الاول في الوقت اللي انا نفسي لعبت بعض المباريات في الدور الثاني، واللي انا بعد ما لعبتها بقول انا مش هلعب ماتشات تاني في الدور الثاني لحد ما المنافسين بتوعي يلعبوا الماتشات بتاعتهم في الدور الاول؟ طب ما هو كان من الاولى ان انا ما العبش اصلا ولا ماتش من الدور الثاني. هتقول لي يعني هو الزمالك لعب ماتشات من الدور الثاني؟ اقول لك اه الزمالك تقريبا لعب خمس ماتشات من الدور الثاني، خليني اقول لك مينهم. الزمالك تقريبا لعب بالظبط مع فيوتشر الجوله 24، مع سموحه الجوله 21، ومصر الجوله 26، والاتحاد الجوله 25، والبنك الاهلي الجوله 20. خمس ماتشات لعبهم نادي الزمالك من الدور الثاني. طب الزمالك ناقص له ده اللي النهارده بقى اتقال في الجلسه في الاجتماع ما بين الكابتن حسين لبيب واعضاء المجلس مع الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه، اتقال الاستاذ احمد دياب قال لهم يعني انتم مش هتلعبوا ماتش الاهلي بس؟ قال له لا احنا مش هنلعب ماتشات الاهلي.
وسيراميكا وفاركو والاسماعيلي اللي هم الماتشات بتوع الدور الثاني. وقال لك انا ما ينفعش تكبر بيراميدز عليا، ده كلام المسؤولين في نادي الزمالك، ما ينفعش تكبر بيراميدز عليا. بيراميدز ما يلعبش مع الاهلي ولا ماتش، وانا العب انا نادي الزمالك العب مع الاهلي ماتشين، فانت ما ينفعش تكبر بيراميدز عليا. في الوقت اللي قال فيه الاستاذ هشام نصر نائب رئيس النادي، قال يعني انا لسه ملاعب سيراميكا ولسه ملاعب فاركو، هلاعبهم تاني؟ وللامانه هي دي حاجه غريبه يعني، عشان نكون منطقيين وبنتكلم بصراحه، بس انت ارتضيت بكده من بدري، يعني انت من الاول وافقت على كده، بتعترض ليه دلوقتي؟ انتوا واخدين بالكم من نقطه في ايه؟ فده بخصوص موقف نادي الزمالك الذي يفتقد لجزء كبير من المنطق للامانه، وانتوا اتعودتوا مننا على الامانه وعلى الوضوح. طبعا الموضوع كبر، انا عارف دلوقتي انت عايز تعرف الموقف ايه بعد كده، يعني ايه اللي هيحصل يوم التلات، هقول لك دلوقتي. بس طبعا الموضوع كبر، واللي دخل قال لك، وطبعا الناس اللي بتحب قوي السوشيال ميديا، واللي دخل قال لك اصل الكرامه ومش الكرامه، ودخل النادي ربما غصب عن عين مجلس الاداره في سكه مجلس الاداره هو مش عايز ان هي تروح اصلا في الاتجاه ده قوي. مجلس الاداره ممكن، وانا واثق ان ده اللي في اذهان مسؤولي نادي الزمالك، انا ممكن ادخل خناقه عشان اخرج ببعض المكتسبات، اخرج ببعض المكتسبات، وهدخلها بشكل يعني مش ايه، مش اللي هو بتكلم بمنتهى بقى الحسم وكده، هدخلها بشكل عقلاني. لكن البعض قاد المجلس في اتجاه هو المجلس ما كانش يرغب فيه، لان النهارده خلال الجلسه انا عمال احكي لك شويه كواليس بشويه معلومات بشويه منطق واحنا بنتكلم، لان الزمالك النهارده خلال الجلسه قال لك خلاص انا الجمهور في ظهري والجمهور مش هقدر اتراجع قدامه، ودخلنا في حته الكرامه ودخلنا في حته الكلام الكتير على السوشيال ميديا، فانا هيبقى موقفي وحش قوي لو رجعت في كلامي. للامانه مجلس اداره نادي الزمالك عنده حق في ايه، في انه لو رجع في كلامه هيبقى موقفه وحش قوي، هيبقى الشكل مش حلو. بس انا عايز افكر مجلس اداره نادي الزمالك، وبالتحديد كل اعضاء مجلس الاداره بكن ليهم كل الاحترام والتقدير، للاسف البعض الاخر من المحيطين بالمجلس اللي بيحبوا قوي اللايكات والكومنتس وكلام من ده، قادوا المجلس في اتجاه اخر رغما عنهم. انا باكد على الكلمه، باكد على الكلمه، لكن في نفس الوقت كمجلس اداره نادي الزمالك قال لك احنا خلاص الموضوع بالنسبة لنا أصبح محسوم، اتحطينا في موقف مش هينفع نتراجع عنه. بس أنا برضو هرجع وأطرح نفس التساؤل اللي أنا كنت هقوله دلوقتي، اللي هو إيه؟ بحترم جدا في مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي إن هو أثناء الانتخابات وبعد النجاح القايمة، نجاح القايمة كان الكلام كله رايح سكة تغيير الصورة الذهنية عن نادي الزمالك، تغيير الصورة الذهنية عن مجلس إدارة نادي أو عن النادي نفسه، عن كيان النادي نفسه، كيان الزمالك نفسه. ودي حاجة الكل بيساعد فيها نادي الزمالك. لكن في مواقف للأمانة تحس إن هي مشابهة جدا لمواقف في مجلس السابق، اللي ربما من وجهة نظر الكثيرين ما كانش مقدر قيمة نادي الزمالك، و أخطأ في تصدير صورة ذهنية لا تتناسب أبدا مع قيمة هذا النادي العريق. هو يا جماعة مش المجلس السابق هو اللي انسحب من ماتش الأهلي ساعة موضوع الكوبري ومش الكوبري والعربية والأتوبيس وقف وكلام من ده؟ أيوه هو برئاسة مرتضى منصور. مش مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور اللي انسحب من بطولة السوبر بنظامها الجديد، قبل ما تبقى بنظام جديد على ما اتذكر بطوله السوبر عامه انسحب منها، وكانت المباراه المفروض امام النادي الاهلي. هو كان قبل المجلس الحالي برئاسه المحترم جدا جدا الكابتن حسين لبيب لما ياخد قرار بالانسحاب، هل ده كده تعديل الصوره الذهنيه عن نادي الزمالك؟ طبعا لا، لان نادي الزمالك يا جماعه اكبر من كده بكتير، اكبر من كده بكتير. مش نادي الزمالك ابدا، حتى لو بعض من جماهيره، مش كل جماهير نادي الزمالك، حتى لو البعض من الجماهير في المدرجات في المباراه الاخيره قال لك احنا بمعنى يعني مش هنيجي يوم الثلاث،
ده رأي البعض مش الكل، وجماهير نادي الزمالك بالملايين. بس مش ده موقف مشابه، مش مشابه، ده هو الموقف عن ماتشات قبل كده قدام الاهلي من المجلس السابق لما انسحب، هو نفس الموقف. اذا ايه اللي اتغير؟ اه في حاجات كتير اتغيرت للامان، بس الحاجات دي هي اللي بتفضل شد الانظار، هي اللي بتفضل في الاذهان بشكل كبير ولفترات طويله. كنت لا اتمنى ابدا ان نادي الزمالك ياخد مثل هذه القرارات، لكن هم مجلس الاداره هم اضرب وجهه نظرهم، حتى لو الموضوع كان في نوع من انواع التسرع، زي ما كان في تسرع مثلا في موضوع فتوح وصبحي والزناري لما توقفوا وتعرضوا للبيع. الثلاثه موجودين في نادي الزمالك، فتوح جدد، صبحي بيجدد، الزناري موجود. زي ما حصل مثلا مؤخرا في موضوع عواد، قرار بسرعه، عواد الراجل اتنرفز نرفزه ملعب. اه المنظر مش حلو وشكل وحش جدا، يتخانق مع حسام عبد المجيد، حاجه مش كويسه. بس حصلت من الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره في نادي الزمالك مع عمرو الصفتي، جون فلافيو وجلبرتو في عام الاعوام يعني. لكن انك تاخد قرار متسرع ب 25% 4 مليون جنيه تقريبا من عواد، وما ينزلش تدريب، وهينزل تدريب بكره بالمناسبه، واستبعده من الماتش وكلام من ده، اعتقد ان كان في نوع من انواع التسرع. في قرارات كويسه قوي بياخدها المجلس، في قرارات حلوه قوي بياخدها المجلس، بس شويه في مثل هذه الامور شويه هدوء. دايما يقول لك ايه؟ يقول لك ما تاخدش قرار وانت متعصب، عشان بنسبه كبيره قرارك هيطلع غلط. دايما دي حاجه بتتقال لنا، دايما تتقال لكل الناس، انت عندك قرارات، انت من دلوقتي في حاجه منرفزاك، حاجه مضايقاك قوي، اهدى وخد نفسك واصبر وقيم الامور وادرس الامور صح وبعد كده خد قراراتك. ده ما حصلش من قبل مجلس اداره نادي الزمالك، مع كامل طبعا احترامي وتقديري ليه، كامل احترامي وتقديري ليه. طيب هتقول لي يا عم امير قول لنا، طب الموقف ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ طيب اللي هيحصل دلوقتي، قبل ما اقول لك موقف الاهلي، طبعا خلال الجلسه كان في محاولات من مسؤولي نادي الزمالك بتاجيل المباراه، طلبوا من الاستاذ احمد دياب، طلبوا منه اجل الماتش. قال لهم يا جماعه اجل الماتش ايه؟ ازاي؟ احنا النهارده ايه؟ النهارده السبت، الماتش يوم الثلاث. حتى طب ما احنا قايلين من يوم الثلاث اللي فات، طب ما هو يوم الثلاث اللي فات الاسبوع ده هتشتغل فيه ازاي؟ ده احنا لحد دلوقتي الاهلي ما دخلش طرف في الموضوع. بالفعل قال الكابتن حسين لبيب اه طب ما هو الاهلي لما هيخش طرف الدنيا هتبقى مشكله اكبر. لكن احنا كنادي زمالك ده موقفنا. طب يا جماعه تعالوا الماتش يوم الثلاث وبعد كده نحل الموضوع. قال لك لا احنا مش بس مش هنيجي ماتش يوم الثلاث، احنا مش هنيجي ماتش اللي هو المفروض بتاع كمان طلائع الجيش، الزمالك مش هيلعب غير طلائع الجيش والبلديه اللي هم يوم الخميس 11 يوليو و15 11 يوليو. تمام؟ ومش هنيجي كمان ماتش فاركو والاسماعيلي وسيراميكا. طيب قبل ما اقول لكم موقف ايه بالنسبه لمباراه يوم الثلاث، انا معايا اللواء ثروت سويلم عضو رابطه الانديه المحترفه ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم الاسبق. يا سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. حبيبي يا زمير، حبيبي. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ايه ماتش في ميعاد ولا مش في ميعاد ولا القصه ماشيه ازاي؟ لا يعني احنا ما عندناش قصه، هو الموضوع الجدول المعلن به نادي الزمالك من شهر فبراير، والماتش يوم 25/6، بعيدا بقى عن الحديث اللي حصل وان انا قلت ما قلته، وانا طبعا يعني بقولها لك اهو في برنامجك، يعني بكون كل احترام لنادي الزمالك. جميل. طبعا ومجلس الاداره المحترم. جميل. لكن القصه كلها ان انا لما بتكلم ما كانش ينفع ان احنا نيجي قبل ماتش مهم زي كده ونقول فين المؤجلات ونلعب المؤجلات. المؤجلات دي معلن بيها بجدول رسمي من اداره المسابقات برئاسه الكابتن عامر حسين، كم شهر في سبع مؤجلات للاهلي وسبع مؤجلات للزمالك. تمام. ويزيد الاهلي مؤجلين كمان عشان بطوله العالم للانديه، يبقى في تسع مؤجلات للاهلي وسبعه للزمالك. جدول رسمي معلن وتعلم بيه الاهلي وتعلم بيه نادي الزمالك، والكلام ده كله معروف. لما تيجي النهارده قبل ماتش مهم زي كده ويقول لك لا انا مش هلعب الا لما تلعبني الدور الاولاني كله، طب يعني انا لما اجي العب الاهلي مؤجلاته والزمالك مؤجلاته في الدور الاولاني، بقيه الانديه دي تقعد تتفرج يعني قعدهم شهر ونص لحد ما الماتشات دي تخلص، طب فين الدوري اللي اتلعب كده؟ هيقول لك طب وفين المسابقه اللي بشكل الدوري المصري؟ صح. هقول لك برضو اعمل لي جدول انت كاعلامي الكابتن امير هشام اعلامي، اعمل لي جدول للدوري المصري اللي قدرت تعمل جدول من اول اسبوع لاخر اسبوع يتمشي عليه
هنرفع لك القبعه لانك لا انت هيبقى في صعوبه كبيره جدا عشان في مفاجات ليها علاقه بالاتحاد الافريقي ومفاجات ليها علاقه ببطولات فجاه بتتعمل وحاجات كده يعني وبطولات عالميه بتخش فيها وبطولات عالم الانديه فالقصه كلها يعني القماشه اللي موجوده مع لجنه المسابقات هي المتوفره انه يعمل الجدول بالشكل ده لا مجامله للاهلي ولا مجامله للزمالك ولا مجامله لاي نادي من ال 18 تيجي النهارده بقى 25/6 في ماتش الاهلي والزمالك معلن بيه من شهرين يجي يقول لا احنا عاوزين ناجل لا الموضوع بالنسبه للرابطه واعتقد ان ده قرار الرابطه كله يعني وقد يكون هناك في يعني حوارات ما بين الدكتور احمد دياب رئيس الرابطه ونادي الزمالك لكن الامر في الرابطه في قرار ان ما اتفق عليه من لجنه المسابقات واختر به النادي الاهلي والزمالك الماتش يوم الثلاث ده قائم طب الماتش في ميعاده طب اللي ما يجيش الماتش في لائحه الماده 51 من لائحه المسابقات بتقول 2-0 للفريق اللي ضد المنسحب وثلاث نقط اخرى في نهايه الدوري يبقى في ست نقط كده للفريق المنسحب. لا ست نقط دي ده في حال ده طالما هو كده كده مش هيشارك في الماتش فكده ما خدش ولا نقطه بالاضافه لثلاث نقاط مع نهايه الموسم بسبب تمام. عدم مشاركته في المباراه صح كده؟ ويتم ترتيب الجدول وفقا للنقط الجديده للموقف النقط حصوله على النقط. تمام طيب الكلام ده يا كابتن امير مش معمول للزمالك ولا للاهلي دي لائحه لائحه ومختار بها ال 18 نادي طب هم عاوزين ايه بقى او مش هم يعني الزمالك او كل اللي في الوقت عاوزين ما حدش يتكلم طب انتوا ما حدش يتكلم يقول لك ما احنا بنسال ما حدش يرد علينا طب تيجي ترد عليهم يقول لك لا كلامك مش عاجبنا طب نعمل ايه يعني انتوا محتاجين حد ما يتكلمش ما احنا بنتكلم اهو بنقول لكم المبررات ان الماتش لازم يتلعب يوم 25/6 بنقول لك مبررات التاجيلات ايه زي ما تاجل الاهلي تاجل الزمالك طب ايه المشكله في كده طيب يعني مش عارف الوضع بصراحه غريب لكن المؤكد ان المباراه يوم الثلاث في حاله عدم وصول نادي الزمالك لملعب المباراه فالمباراه هتحسب للنادي الاهلي بالاضافه لثلاث نقاط اخرى يتم خصمهم من نادي الزمالك مع نهايه الموسم طب لو نادي الزمالك طبقا اللي عرفناه من ضمن طلباته قال انا مش هلعب كمان مباريات السيراميكا وفاركو والاسماعيلي اللي هي المباريات المؤجله من الدور الثاني او مباريات الدور الثاني لحد ما المنافسين بتوعي يلعبوا الدور الاول لو ما لعبش الماتشات دول كمان هيبقى الوضع ايه يا فندم؟ انا اقول لك على رايي الشخصي مش رايي كرابطه انديه انا عايز راي حضرتك الشخصي وراي رابطه الانديه كمسؤول برضه رايي الشخصي ان مسؤولين نادي الزمالك ومجلس ادارته اعتقد ان هم ناس لهم خبرات كبيره اداريه وده كيان نادي الزمالك ما اعتقدش ان ممكن ده يحصل لانك انت يعني الموضوع مش موضوع انك انت بنلعب باحاديث انا ما اعتقدش ان اللي اتقال ده طالع من نادي الزمالك او من مجلس اداره نادي الزمالك عشان كده انا بقول لحضرتك واحنا بينا يومين اهو الماتش هيتلعب يوم الثلاث وما اعتقدش نادي الزمالك ممكن يسبب مشكله والمشكله دي ممكن يعني بس تعمل بس استاذ اللي هو طبقا للتاكيدات اللي جات لنا قبل الحلقه ان خلال الجلسه اللي عقدت من حوالي ساعه قبل دلوقتي مع الاستاذ احمد دياب الزمالك اكد من خلال الكابتن حسين لبيب ان الفريق مش هيلعب ماتش الاهلي وكمان مش هيلعب ماتشات اخرى من الدور الثاني رغم ان هو لعب بعض المباريات على فكره في الدور الثاني على فكره كل حضرتك برضو اذا حصل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مش هيبقى قدامك الا تنفيذ اللائحه طب يعني هنا سؤال مهم قوي لان خلي بال حضرتك واكيد حضرتك عارف ان اللائحه بتنص على ان الزمالك لو انسحب من عدد من المباريات طبقا للي هو مستقر عليه لحد اللحظه دي فمن المفترض احنا هنعرض اللائحه كمان شويه ان الفريق المنسحب ينزل لدرجات ادنى هل ده ممكن يطبق على نادي الزمالك ما اعتقدش ما انت ما تعتقدش لان انت نادي الزمالك كيان كبير المفترض ان ما يوصلش لمرحله انه ممكن ينزل درجه ثالثه ولا ثانيه ولا اللي انت حضرتك بتتكلم فيه لكن انا عشان كده بقول لحضرتك لا المسؤولين عارفين كويس قوي ان ما فيش حد بيهرج يعني دي لائحه وفي دوري واحنا بنتكلم في جمهوريه جديده وبنتكلم في شكل لاتحاد الكوره يختلف او يتفق عليه ناس شكل الرابطه يتفق او يختلف عليه ناس بقول لا يعني الكلام ده معمول ومتفق عليه ومعلم بيه كل الانديه فما اعتقدش ان ممكن اي حد مسؤول وراجل دوله يعرض ناديه لحاجه زي كده مع ان ده حصل قبل كده من نادي الزمالك برضو مع المجلس السابق لا انا كنت موجود لا بعد اذنك هو في ماتش المقالصة اتحسبت 2-0 واتخصم 6 نقاط وانتهى الموضوع وماتش الاهلي
ما انا بقول لحضرتك يعني احنا انا بقول لحضرتك اعتقد ان المرحله انت حضرتك بتقول لي ممكن ينسحبوا اكتر من ماتش. فانا بقول لك ده هو ده عارف ان هيبقى فيه مسؤوليه واللائحه بتقول ينزل للدرجه الرابعه، وده طبعا اللائحه هتطبق، فانت بالتالي مش هتعرض ناديك ومش اي نادي كمان، يعني نادي بالكيان نادي الزمالك طبعا. بس عشان كده هل ان من شاء الله وجهه نظر الوقت ثروت سويلم بتشوف النادي الزمالك تسرع في اتخاذ القرارات دي يا فندم، ولا بتقيم الامر ازاي؟ ما انا بقيم الامر ان انا مش عاوز بس اتكلم لان كلامي هيبقى تقيل عليهم شويه. انا بتكلم انا على قدر احترامي جدا لنادي الزمالك، لمجلس الاداره كمان تحديدا، وكلهم شخصيات محترمه جدا، وفيهم يعني ناس يعني اللي هو احمد سليمان زميل وصديق طبعا، والدكتور حسام المندوب نائب وعضو مجلس اداره معايا، ناس كلها محترمه في الحقيقه والله، والكابتن حسين لبيب ده حاجه يعني. انا بتكلم فمش ما ينفعش انا اتكلم اقول ان الكلام ده متاخد في حته تانية، وما ينفعش إن في التوقيت ده يحصل الكلام ده. طيب هل بالنسبه لكم كرابطه الانديه المحترفه اصبح لزاما عليكم ان انتم الموسم الجديد يكون في شكل استثنائي لبطوله الدوري عشان نتفادى مثل هذه السيناريوهات يا فندم، ولا بتفكروا ازاي في الموسم الجديد؟ هو كابتن امير هتتفاداها ازاي؟ اصلك انت في حاجات بتتحط قدامك استثنائيه، سواء بقى دور واحد او ما انا اقول لحضرتك لا ما دور واحد، احنا على فكره الرابطه دي شكل جديد مميز اتعمل لرابطه الانديه المحترفه، مش عشان انا موجود فيها، لا بقى حق ربنا يعني، ومجموعه منتقاه وشخصيات محترمه جدا. لما جم نعمل الدوري اتعرض على 18 نادي شكل الدوري، تحبوا تلعبوا دوري من دورين ولا دوري من دور واحد، ولا يعني اختيار ال 18 نادي اللي احنا فيه ده. طب انت هتيجي تعمل جدول، وبيعمل كابتن عامر حسين جدول من اول اسبوع لاخر اسبوع، اللي بيحصل المؤجلات والكلام ده مش في ايدك انت، ولا بايد كابتن عامر، ولا بايد الاتحاد الكوره، ولا رابطه انديه. دي احداث مستجدات بتيجي عليك بطوله الاجندات الافريقيه على فكره كابتن امير، ما بتجيلكش في بدايه الموسم عشان تعمل انت جدولك عليها، ده هي بتجيلك بعد انت بتكون بدات، وتبدا تنقط لك انت امتى والماتش امتى، تعمل ثلاث ايام بعد الماتش اللي في الخارج ويومين بعد اللي في الداخل. موضوع يعني الناس اللي مستسهله شغل الكابتن عامر او لجنه المسابقات، لا الموضوع مش سهل. والراجل ده انا يعني عاشرته سنين طويله، راجل بيلبس نظاره سودا، ما بيشوفش حد، ما بيشوفش لقاء، شايف ال 18 نادي، وبيتعامل مع النادي المشارك افريقيا كله زي بعضه، اهلي زي زمالك زي مصري فيوتشر. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا فندم، اسمح لي بس. هل نادي الزمالك طلب بشكل رسمي او من خلال او عن طريق ودي مع مسؤولي الرابطه رحيل الحاج عامر حسين، ولا ده ما حصلش؟ يعني مش يعني مع كل الاحترام برضو نادي الزمالك مش من حق اي حد طبعا، تمام، واللي من حق حد، بس هل في طلب كده فعلا؟ حصلش طبعا، ما حصلش وهم ما يعملوش كده برضه. خلي بال حضرتك المواضيع دي الناس، معلش احنا بنردد حاجات او بتيجي لحضرتك حاجات ليس لها اساس من الصحه اصلا، لان برضو علاقه الكابتن عامر بالناس اللي موجوده في نادي الزمالك علاقه محترمه جدا، لكن احنا للاسف بس احنا بناخد الحاجات اللي بتنزل في المواقع وكده وبتتردد وبتتداول، فبالتالي بتسيء للناس اللي بيبقى الكلام عن بالظبط. عشان كده لما بيكون معانا مسؤول زي حضرتك لازم نساله عشان يحسم الامر في مثل هذه الاقوال. ما انا عشان انا والله كابتن عامر ما بحبش اتكلم كتير، بس انا يعني يمكن حديثي اللي حصل امبارح ولا اول امبارح نتيجه ان انا زي ما قلت لحضرتك انا نازل من السعوديه، فانا شفت قد ايه فرحه المصريين بوصول السيد الرئيس المدينه المنوره، وعملت حاله في السعوديه غير طبيعيه، لان برضو كلام يعني مصريين كتير جدا كانوا رايحين بتاشيرات زياره، فبالتالي مش عارفين يروحوا عرفه، كان جاي السيد الرئيس عارف الامان والمظله الامنيه اللي عملت لهم. فانا كنت عاوز اتكلم واشكر فخامه الرئيس واشكر السلطات السعوديه اللي فتحت للمصريين هم يحجوا بالاعداد دي. حصلت وفيات كتيره جدا في السعوديه، يعني السفاره السعوديه المصريه في السعوديه عملت كل اللي ما ممكن يتعمل، فجاه كده لقيته دخلوني في الزمالك والدوري والقصه، فالكلام وطبيعي بصراحه ان هم يدخلوا حضرتك في الدوري والزمالك والاهلي، لان حضرتك مسؤول برضو مهم في الرابطه يعني. اوكي، فانا لما جيت اتكلمت
مش عاجبهم الكلام. طب لو ما حدش اتكلم وكلموا الكابتن عامر ما ردش، وكلموا الدكتور احمد ما ردش، وكلموا اللي هو صفيه ما ردش، وكلموا الكابتن عماد ما ردش، يقول لك ما حدش بيرد علينا. طب انا رديت مش عاجبهم كلامي، طب اعمل ايه طيب؟ حابب توجه رسالة لمسؤولي نادي الزمالك بعد اعتراضهم على يعني تصريحات حضرتك، يعني عايز منك رسالتين، رسالة لمسؤولي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بالطبع، ونصيحة لأيضا مسؤولي نادي الزمالك بسبب القرار اللي واخدينه قبل مباراة الثلاثة يا فندم. رسالة ونصيحة. لا رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنا يعني الحوار اللي حصل معايا إن أنا قلت نادي الزمالك بره المنافسة، يمكن أنا يعني ما توفقتش في الكلام، ما أقصدش كده، لكن أنا أقصد أقول التوقيت ده نادي الزمالك في المركز ايه، وما فيش منافسه يعني، يعني الوقت ده مش منافسة. لكن لهم حق طبعا، ولكن انا بكل احترام لمجلس اداره نادي الزمالك وفريق الزمالك واللاعب الزمالك المحترمين، فلكن ما ناخدش بقى الموضوع ده اساس في ان احنا نعمل مشكله وما نلعبش ماتش. لا لا لا، انا اذا كان الموضوع ده مزعلهم فانا بقدم لهم كل احترام ليهم. جماهير نادي الزمالك يعني مش عاوز اقول يعني ناس، انا اخويا زملكاوي وانا حمايه من كبار مشجعي نادي الزمالك، لكن يعني مش وارد ابدا ان ما حد يتكلم بصراحه يحصل الهجوم الشرس ده يعني. طبعا. الوضع يعني والهجوم ده مش يعني مش في محله، لان طول عمري انا في اتحاد الكوره 8 سنين، عمري ما جيت على نادي الزمالك ولا عمري جملت النادي الاهلي اللي انا بنتمي اليه. أوكي. والكلام ده كان واضح وصريح قدام الناس كلها. وبقول يا رب كده يبقى القرار عند نادي الزمالك. بالمناسبه في خبر عاجل ان نادي الزمالك عنده اجتماع طارئ بكره، مجلس اداره نادي الزمالك عنده اجتماع طارئ بكره، فبالتالي النصيحه اللي توجهها للمجلس قبل اجتماع الغد يا فندم، ان حرصا على 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 الشكل العام للكوره في مصر، الماتش يتلعب، ودول مجلس اداره لكيان كبير جدا، ما ينفعش ان يبقى فيه يتسبب في مشكله زي كده، والمشكله هتجر مشكله. زي ما انت حضرتك قلت لي كده، هينسحب من الماتش وبعدين ماتش تاني، هيتسبب لازمه لنادي الزمالك. ما اعتقدش ان المفروض مجلس الاداره المحترم ده يسبب لكيان كبير ازمه ان شاء الله باذن الله، وياخدوا القرار بكره ان هم يلعبوا الماتش. طب هم واخدين مني موقف، انا ما عنديش مشكله خالص. أوكي. عاوزين يشطبوا عضويه نادي الزمالك، انا ما عنديش مشكله خالص. لكن ما تاثرش على الشكل العام للدوري، والموضوع ده يعدي على خير. حضرتك عضو عامل في نادي الزمالك؟ ما انا عشان كده قلت لحضرتك حمايه يعني كبير مشجعي نادي الزمالك. ما عندكش مشكله ان هم يشطبوا العضويه؟ ما فيش مشكله. لا خالص خالص. يعني ان كان هم عاوزين يقتصوا مني نتيجه للحوار اللي حصل، انا ما عنديش مشكله خالص. في سبيل ان احنا الموضوع ده يعدي ويبقى هم خدوا حقهم مني، ما فيش مشكله. والماتش يتلعب ويبقى الموضوع عدى. واحنا بنقول برضو من خلال برنامج حضرتك كل احترام لنادي الزمالك طبعا، لكن اللائحه هتطبق ونظام الدوري والرابطه دي طبعا. لاول مره نشوف رابطه بالكيان المحترم ده، وما بتطلع قرارات ما بترجعش فيها. كان في كلام بيتردد ان البعض من داخل مجلس اداره نادي الزمالك بيقترح فكره الغاء الدوري، هل ده مطروح يا فندم ولا صعب؟ ازاي يعني تلغي يعني هو ينفع كابتن امير بعد الموسم الكبير الطويل ده تلغي الدوري؟ طب لا ازاي مش يعني؟ منطقي طبعا. يعني ازاي يعني انهي منطق يسال كده؟ بسألك سؤال يعني من طبقا للي بيعترض. لا لا، ما انا بقول لحضرتك انا فاهم، انا فاهم، انا بقول لحضرتك يعني صعب على جدا يعني. لا صعب جدا حضرتك يكون الكلام ده وارد اصلا. صعب جدا. تمام. اذا اخر حاجه الماتش في ميعاده ومفيش اي نيه للتعديل او التاجيل. لا لا خالص ان شاء الله باذن الله. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حبيبي ثروت سليمان، اتشرفنا بحضرتك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا طبعا عضو الانديه المحترفه. بالتالي المطالبات كانت من مسؤولي الزمالك ان الماتش يتاجل في الحاله دي، لو وانا هنا بقى هتكلم عن موقف النادي الاهلي، لان الاهلي حتى هذه اللحظه هو مش طرف. الاهلي حتى هذه اللحظه بيتابع المشهد، وخليني اقول لك التعبير الادق ان النادي الاهلي بيستعد لمباراه يوم الثلاث امام نادي الزمالك، ومفيش اي تفكير ليه علاقه بان الماتش مش هيتلعب. امتى الاهلي يدخل طرف؟ الاهلي يدخل طرف لو لقى مثلا رابطة الأندية المحترفة شالت ماتش الزمالك وحطت أي ماتش من الماتشات المؤجلة للنادي الأهلي. خلاص؟ يعني مثلا مش متذكر الماتشات المؤجلة للأهلي إيه، بس مثلا يا سيدي اتحط بيراميدز أو اتحط المصري أو اتحط أي ماتش من الماتشات اللي لسه ما اتلعبتش للأهلي في الدور الأول مكان ماتش الزمالك يوم الثلاث.
هل كده الاهلي هيفضل مش طرف؟ لا طبعا، ده هيدخل طرف وطرف وطرف. يعني الاهلي مثلا متاجل له من الدور الاول زي ما بيقولوا لي الشباب كده، بيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش كمان. فلو شلت الزمالك وحطيت بيراميدز او فيوتشر او طلائع الجيش، فالاهلي هيدخل طرف بكل تاكيد، وهيكون في اعتراض من النادي الاهلي، وهيكون في مشكله كبيره زي ما هي فعلا المشكله قائمه حاليا. لان في الحقيقه ده جدول مبعوث لكل الانديه المصريه بما فيها الاهلي والزمالك بتاريخ قديم جدا من بدري، ما حدش كان اعترض. ففي كل الاحوال نادي الزمالك حط نفسه في موقف، سواء هو راضي عنه او غير راضي عنه، بس هو اتحط في الموقف، والموقف بقى صعب. لا هينفع تتراجع، لان لو تراجعت، انا بتكلم معاك بمنتهى الوضوح، الجمهور والسوشيال ميديا هتبقى مشكله كبيره جدا، هيقول لك طب ليه خدت القرار طالما انت هتتراجع. وفي نفس الوقت، مش هينفع، او لو هتتراجع فانت عندك ماتشات تانية هتلعبها. طب لو ما تراجعتش ففي ماتشات مش هتلعبها بعد ماتش الاهلي، فهتخش انت في نفق مظلم، والمسابقه كلها بالمناسبه فالقصه هتتصعب اكتر. فالزمالك او مسؤولي نادي الزمالك زنقوا نفسهم في خانه هم كانوا في غنى عنها واتحطوا فيها رغما عنهم. انا بقول لك والله للامانه، طبقا للمعلومات اللي عندنا، في ناس بتحب تكتب على السوشيال ميديا غرض الشهرة، غرض يعني انا جامد قوي، فخدوا المجلس في سكة هم ما كانوش عايزين توصل للسكة دي. انا كمجلس إدارة نادي الزمالك عمال اقول لا ده ما ينفعش وده ما ينفعش، عشان احاول اخرج باكبر مكاسب ممكنة، ودي سياسة. لكن ما تزنقش الزنقة دي. نادي الزمالك حط نفسه في خانة بصراحة هو كان في غنى عنها، خصوصا لما نيجي نتكلم على الصورة الذهنية اللي بتتعدل. فالزمالك الصورة الذهنية بالشكل ده مش هتتعدل، ده كان شعار مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي أيام ما كانت قايمة في الانتخابات. ناس عندهم إجابات كتير جدا عملوها، عندهم مشاكل كتير جدا حلوها للأمانة الشديدة، وحييناهم وسقفنا لهم وقلنا لهم برافو للأمانة. لكن في حاجات بيتسرع فيها المجلس، فده اللي حصل في موضوع نادي الزمالك. طيب هنا الناس بتسأل، انا عندي حاجتين تحديدا، حاجه ليها علاقه باللائحه، هعرض لك اللائحه في حاله انسحاب نادي الزمالك، مش ماتش الاهلي بس، ماتش الاهلي وفاركو وسيراميكا والاسماعيلي، دي الماتشات اللي الزمالك قال حتى النهارده في الجلسه بتاعته مع الرابطه ان احنا مش هنلعب دول كمان، احنا مش هنلعب اربع ماتشات يا جماعه، اهلي وسيراميكا وفاركو واسماعيلي. فلو انسحب الزمالك من الاربع ماتشات دول ايه الموقف؟ لو انسحب ماتش الاهلي بس فكده كده مش هياخد نقاط المباراه، ومع نهايه الدوري هيتخصم منه ثلاث مباريات، ثلاث نقاط، هيتخصم منه ثلاث نقاط. فده بخصوص انسحابه من ماتش الاهلي بس. اما بخصوص انسحابه من بقيه الماتشات اللي هم الثلاثه الاخرين اللي هم من الدور الثاني اللي لعب اصلا الزمالك فيهم ماتشات، فالموقف زي ما حضراتكم هتشوفوه دلوقتي على الشاشه طبقا للائحه. يلا يا احمد. طبقا للائحه، اذا اعتبر او اعتبر فريق منسحبا واستكمل المسابقه تنطبق عليه الجزاءات التاليه، توقع عليه الغرامات الماليه طبقا لفئات، عشان الخط يا جماعه مش واضح شويه بس فخليكم معايا كده في الايربيس، لفئات المسابقات التي يحددها مجلس اداره رابطه الانديه قبل بدايه الموسم او بدايه كل موسم. اعتبرنا دي كده المباراه المنسحب فيها مهزومه 2-0، خصم 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراه التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقه، معاقبه كل من له صله بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين واداره المسابقات، الحق في الاستعانه بما تراه في هذا الشان لاستضاح واخذ القرار طبقا للائحه. اذا اعتبر فريق منسحبا ولم يستكمل المسابقه، اللي هو يعني زي الاربع ماتشات اللي ممكن ما يلعبهمش الزمالك اللي بيهدد بيهم نادي الزمالك، توقع عليه غرامه ماليه طبقا لفئات المسابقه التي يحددها مجلس الاداره قبل بدايه كل موسم. اذا كان انسحابه في الدور الاول تلغى نتائج مبارياته السابقه ويعتبر كانه لم يشارك في المباريات. اذا كان انسحابه في الدور الثاني تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الاول بالنسبه للفرق الاخرى. ب تلغى نتائج مباريات التي شارك فيها الدور الثاني وكانه لم يشارك في الدور الثاني. اذا كان الانسحاب في اخر مباراه في المسابقه يعتبر مهزوما في المباراه، توقع غرامه ماليه تحددها اداره المسابقات، هبوط الدرجه الادنى.
تختص لجنة شؤون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب والنادي الذي توقف او توقف عن الاستمرار في المسابقة. بس هنا مفيش الدرجة الأدنى في اللائحة. مكتوب الأدنى عشان مش قولوا لي الأدنى يعني تتكلم في الدرجة الرابعة اللي هي آخر درجة في المسابقات عندنا هنا في الدوري المصري. هل ممكن اللائحة دي تتطبق؟ أنا بقول لك طبعا لا مش هتطبق. يعني حتى لو نادي الزمالك عارف كده كويس هتقول لي ما دي لائحة، هقول لك مش هتطبق طبيعي على أي نادي كبير. أنا بقول لك كده هتخش في سكة تانية. اللواء ثروت سويلم اتكلم في حتة إيه؟ في حتة لا اللائحة هتطبق. أنا بقول لك مش هتطبق لو الزمالك قرر كده. أتمنى بإذن الله إن الزمالك ما يقررش كده، أتمنى الأمور تمشي بشكل مميز ويكون في صيغة تطلع للجمهور ترضي الجمهور اللي خد السكة اللي اتكلم فيها مجلس واللي كبرها البعض واللي سخنها البعض، فيكون الشكل حلو. فده اللي حاصل يعني حاليا. طيب ناس كتير سألتني على سؤال مهم جدا ليه علاقة بجمهور نادي الزمالك بسبب السباب المتكرر في عدد من المباريات طبقا للائحة. فطالما حصل الكلام ده في ماتشين او في ثلاث ماتشات متتالية او ايا كان، يبقى لازم الجمهور يحرم من الحضور في مباريتين من الدوري، المباريتين التاليتين بالظبط على طول بعد اخر مباراة حصل فيها سباب جماعي. هل مباراة المصري والزمالك اللي خسر فيها الزمالك 2-1 حصل فيها سباب جماعي من الجماهير؟ هل دي ثالث مرة؟ طب ليه اللائحة ما اتطبقتش؟ سألنا مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم وقال لنا إن اللائحة تطبق في الحالة دي لو حصل الآتي: أول حاجة يكون في أعمال شغب من الجماهير، تاني حاجة يكون الحكم هو اللي أوقف المباراة، يعني يكون الحكم أوقف المباراة بسبب هتافات الجماهير أو تجاوزات الجماهير، تالت حاجة إن يكون في هتافات عنصرية. هل ده موجود في اللائحة؟ لا هو مش موجود في اللائحة، بس احنا لما سألنا اتقال لنا بالظبط الكلام ده، هي دي الثلاث حالات اللي يحرم منها الجماهير اللي تجاوزت او اللي كان في سباب جماعي من خلالهم ايا كان الجماهير مين. احنا هنا بنتكلم على حالة جمهور نادي الزمالك تحديدا في مباراة المصري بعد ما اتكرر الموقف في ماتشين قبل كده. فاللائحة تقول لك بعد ثلاث ماتشات الجمهور ما يحضرش مباريات فريقه في ماتشين بعد اخر ماتش حصل فيه السباب ده او السباب الجماعي ده، لكن عشان كده ما تمش اتخاذ قرار ضد جمهور نادي الزمالك وحضر مباراه فاركو. كان المفروض ما يحضرش مثلا مباراه فاركو ومباراه الاهلي لو كانت هتتلعب. طيب ايوه عشان الجزئيه دي مهمه جدا. الماده 53 جاهزه معانا في اللائحه. والله احنا نفسنا ما نتكلمش في موضوع اللوائح، الدنيا تمشي كويس، بس طبعا بعض الامور هي اللي بتفرض نفسها. قال لك الماده 53 قال لك الفريق المنسحب يحرم، دي اللي قبل المادة 53، الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول، يعني الدرجة الرابعة يا جماعة. يعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقريره، ده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضرتك. فده بخصوص قرارات نادي الزمالك وتبعياتها، لان كده الزمالك مهدد بال النزول للدرجه الرابعه او الهبوط للدرجه الرابعه. هل ده ممكن يحصل؟ بقول لك طبعا مش هيحصل، لكن دي الامور ماشيه بالشكل ده. طيب خليني اخد فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل عشان عندنا لسه ملفات كتيره جدا. عندي بعض الامور اللي ليها علاقه بنادي الزمالك نفسه خاصه بالفريق الاول، ايضا اخبار مهمه جدا داخل النادي الاهلي. بعد الفاصل احنا لسه مكملين في بلس ثاني سنه. اهلا بحضراتكم من جديد. هكمل معاكم اخبار نادي الزمالك، لان البعض دلوقتي بيسال طب موقف الفريق الاول لكره القدم في نادي الزمالك ايه؟ يعني هل الفرقه دلوقتي بتستعد للماتش ولا بتعمل ايه ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ نادي الزمالك بيستعد بشكل طبيعي جدا لمباراه الثلاث امام النادي الاهلي، ده على مستوى الجهاز الفني واللاعبين منفصلين تماما عن قرارات مجلس الاداره، وده صح وطبيعي. زي ما الاهلي بيستعد، وخصوصا ان في اخبار معروفه دلوقتي ان الزمالك مش هيلعب طبقا لاخر المستجدات.
لكن في نفس الوقت الزمالك بيستعد تحسبا لاي ظرف من الظروف. ممكن يتحط ماتش تاني، ممكن يحصل انفراج، فانت كفريق مش هتستعد ليه؟ لا انت بتستعد، ففرقه نادي الزمالك بتستعد بشكل قوي جدا للمباريات القادمه بقى ايا كان ايه هي. اولها مباراه الاهلي لو هيروح نادي الزمالك، وده موقف الاداره مش موقف جوميز طبعا، حتى هو نفسه اتكلم في الحته دي بعد مباراه الامس يعني. تمام؟ طيب بالمناسبه يا جماعه عشان في جزئيه نسيت اقولها لكم، طاقم الحكام للمباراه بعت له تذاكر الطيران، طاقم حكام اجنبي من اسبانيا تحديدا، وكان الاتحاد بعت وارسل عدد كبير من الاتحادات الاوروبيه، وتم الاستقرار والاتفاق في النهايه مع حكم اسباني او طاقم حكام اسباني هيوصل مصر، هيروح الملعب والاهلي هيروح الملعب، ومن المفترض ان الزمالك يروح الملعب. لو الزمالك ما جاش هنشوف مشهد مكرر اللي حصل قبل كده ايام قصه الاتوبيس، فالاهلي هيبقى في الملعب والحكام وهينتظروا نادي الزمالك، لو ما جاش نادي الزمالك هيتحسب نادي الزمالك انه خسران، وزي ما قلنا حركهم كده في اللائحه. بس ده اللي هيحصل لو فضل نادي الزمالك متمسك بموقفه. تمام؟ بكره انا بقول لك هو بشكل رسمي بكره هيتم الاعلان عن طاقم الحكام، ومفيش داخل رابطه الانديه المحترفه اي نيه للتاجيل او تعديل المباراه، يعني يتحط ماتش مكان ماتش، مفيش اي نيه لذلك، عشان كده مش هتلاقوا الاهلي في الصوره لحد يوم الثلاث او بشكل عام يعني دلوقتي لما يخرج قرار من رابطه الانديه. فالاهلي موجود في الماتش والاهلي كمان بيستعد للمباراه يعني. طيب اقول لك على حاجه، تواصلت مع احد المصادر خلال الفاصل اللي فات ده، واللي عرفته ان موقف نادي الزمالك مش واصل لدرجه استحاله المشاركه في المباراه، مش لدرجه الاستحاله، لكن الموقف صعب جدا ان الزمالك يروح الملعب. خلاص، معنى الكلام ده ايه؟ ان ممكن يحصل انفراج. معنى الكلام ده ايه؟ ان زي ما عرفنا برضو من احد مصادرنا برابطه الانديه المحترفه ان بكره احتمال يكون في اجتماع تاني مع مجلس اداره نادي الزمالك. طب موقف وزاره الشباب والرياضه ايه؟ الملف يا جماعه كبير وخد مننا وقت، بس لازم نسرد فيه كل التطورات بدقه يعني. وزاره الشباب والرياضه مش حاطه نفسها، بالتحديد الدكتور اشرف صبحي مش حاطه نفسه في الموضوع او في الملف ده لحد اللحظه دي. ممكن خلال الساعات اللي جايه بكره او حاجه يتدخل الدكتور اشرف صبحي، لان البعض مثلا من رموز نادي الزمالك يقول لك ايه، طب ما الدكتور اشرف صبحي راح قبل كده للكابتن محمود الخطيب البيت، هل ممكن نشوف الدكتور اشرف صبحي رايح للكابتن حسين لبيب البيت عشان يشارك في المباراه؟ ممكن انقاذا للموقف، ممكن. فبرضه بحط حضرتك في الصوره لحظه بلحظه، واخد بالك؟ فده ايضا جزئيه مهمه جدا. قلت لكم طاقم الحكام الاسبانيا بكره هيتم الاعلان بشكل رسمي من قبل الاتحاد، اذا الامور زي ما هي طبيعيه والمباراه في ميعادها مفيش اي تعديلات، لكن هو الزمالك موقفه زي ما هو لحد اللحظه دي. طيب بخلاف برضو بعض الاخبار اللي ليها علاقه بنادي الزمالك، بالمناسبه يا جماعه طبقا اللي عرفناه ان الجزيري وفتوح موجودين في الصوره لو الماتش اتلعب. الجزيري وفتوح هم عندهم اصابات مختلفه في الصوره بشكل كبير جدا، وهيكونوا يعني بنسبه كبيره جاهزين للمشاركه في المباراه دي طبقا للمعلومه اللي عندنا. خلاص؟ موقف محمد عواد، محمد عواد الامور ماشيه بشكل طبيعي بعد اللي حصل، كان نرفزه ملعب والمشاده او المشكله اللي حصلت بينه وبين حسام عبد المجيد، ففي عقوبه عليه، واللاعب كان زعلان طبعا من العقوبه دي، لكن في نفس الوقت الامور ابتدت تهدى. عشان كده بقول دايما ايه، المفروض لما يكون في قرارات ما يكونش في قرارات متسرعه وانت متعصب. فالامور ابتدت تهدى واللاعب بكره هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وبالمناسبه ما عندوش مشكله ان هو يجدد مع نادي الزمالك، لان معروض عليه حوالي 9 مليون او 8 مليون جنيه وهو كان بياخد 16، فنزل ل 13، فقال لهم يا جماعه لا خلينا في 13، وعدوه في مجلس اداره نادي الزمالك ان ممكن يطلعوا ل 11 مليون جنيه. خلاص في عقده الجديد ده بخصوص عواد. طب بخصوص صبحي، صبحي بيقترب جدا من تجديد عقده مع نادي الزمالك لمده 3 سنوات مقبله، والاتفاقات تقريبا تمت، ناقص بس توقيع العقود ما بين مسؤولي نادي الزمالك مع محمد صبحي. هو حارس مميز جدا جدا، سيبك من الفترات اللي المستوى بيتراجع فيها وكمان ده اي حارس كده.
بس صبحي بيقترب جدا من توقيع على العقود الجديدة لمدة 3 سنوات. عقده هيكون ما بين 7 و9 مليون جنيه في الموسم بالنسبة لمحمد صبحي. ده بخصوص كل أخبار نادي الزمالك والتفاصيل. خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي. لو هنتكلم على مستوى الاستعداد للمباريات، فالأهلي بيستعد بمنتهى القوة لمواجهة الزمالك يوم الثلاث بشكل طبيعي. خلاص، فالفريق بيتمرن بعد ما الأهلي فاز فوز صعب على الداخلية. بس خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، الأهلي في أسوأ حالاته. ولما الراجل كولر راح وقال للمسؤولين في النادي الأهلي، لجنة التخطيط في النادي الأهلي في حضور الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع الأخير، واللي احنا شرحنا لحضراتكم بأدق التفاصيل كل اللي حصل داخل الاجتماع، وركز معايا قوي في ملف النادي الأهلي، والراجل راح قال لهم ايه؟ انتوا عايزين تنافسوا او عايزين طموحكم ايه عشان ابقى عارف، لان بناء على الطموح ده انا هقول لكم طلباتي. فقالوا لا، احنا طموحنا معروف، احنا عايزين ننافس على ونظهر بشكل مميز جدا في كاس العالم للانديه وفي الانتركونتيننتال. قال لهم يبقى لازم نغير جلد الفريق. طب ليه؟ ما احنا واخدين بطوله افريقيا واخدين مش عارف ايه وكلام من ده. قال لهم يا جماعه احنا عندنا فرقه كويسه، بس احنا عايزين كواليتي اعلى من كده. انا راجل طموح وانتوا ناس طموحه، فاحنا عايزين كواليتي اعلى من كده. لما قلنا التصريحات دي وقلنا الكلام ده، ناس كتير جدا طلعت انتقدتنا. هم الناس دلوقتي اللي بيقولوا كولر كان عنده حق لما طلب كده من لجنه التخطيط للكره داخل النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، لان مستوى الاهلي في تراجع، وفي بعض اللاعبين تحديدا بعيد كل البعد عن انهم يكونوا موجودين جوه النادي الاهلي من اللي بيلعبوا، والجمهور نفسه شايف كده. فبالتالي حاجه تحسب لكولر وحاجه تحسب للنادي الاهلي لو غير جلد الفريق اللي موجود كويس، يقدر في ال3 سنين الجايين ياخد على الاقل بطوله دوري ابطال افريقيا عادي. منافسات على المستوى الافريقي فالاهلي قادر وبقوه بالقائمه الحاليه، منافسات على مستوى الدوري المحلي فالاهلي قادر وبقوه جدا جدا بطبيعي وبشكل تلقائي وبديهي. لكن على المستوى العالمي والمستوى اللي بيطمح ليه جماهير النادي الاهلي، لا، الاهلي محتاج صفقات. ولما اتكلمنا وقلنا الراجل عايز 7 8 صفقات، الناس قالت لك ازاي يعني؟ ده انت واخد بطوله افريقيا اخر سنتين ومش عارف 6 نهائيات ورا بعض وكلام من ده. بس الاهلي ما بيكتفيش ولا جمهوره بيكتفي بالوصول لدرجه معينه من النجاح. دايما عندك طموح، وده اللي معروف عليه دايما او معروف دايما عن النادي الاهلي. بالتالي خليني اقول لك بعض الاخبار المهمه. الناس بتسال في قصه زين الدين بالعيد. يا عم امير، انت اتكلمت في ان زين الدين بالعيد اقترب جدا من النادي الاهلي ويعتبر دي اول صفقه للنادي الاهلي. اه طبعا قلنا الكلام ده، وبعديها كل الاخبار طلعت خلاص اللاعب في الاهلي ووالده كان ليه تصريحات ان اللاعب بشكل رسمي في الاهلي وكل كده، بس احنا اللي انفرضنا بخبر زين الدين بالعيد. طب ايه الموقف الحالي؟ لان ده طبعا دخل فريق بلجيكي في الصوره، وجيت ناس قبل العيد، عيد الاضحى المبارك، قالوا لك ده ثالث يوم العيد زين الدين مسافر، رايح فين؟ رايح بلجيكا. حقيقه الامر ايه؟ هقول لك ادق التفاصيل في الموضوع ده. اول حاجه، حاليا في منافسه قويه جدا بين النادي الاهلي وفريق سنت ترويدن البلجيكي للظفر بخدمات هذا اللاعب المميز والمتميز. اتفرجت له على فيديوهات يا جماعه، تقريبا نسخه طبق الاصل لمحمد عبد المنعم. قوة، سرعة، مهارة، ثقة، هيدر، حاجات كتير قوي ما شاء الله يعني. النسب كام؟ طبقا لآخر التطورات 50-50 بين الأهلي والفريق البلجيكي. الفريق البلجيكي ده دخل امتى؟ دخل مؤخرا قبل العيد مباشرة. طب هو الأهلي كان مخلص مع زين الدين بالعيد؟ اه مخلص معاه كل حاجة. هتقولي الله، طب ازاي كان مخلص معاه كل حاجة وما أتمش الصفقة وفي تنافس على اللاعب دلوقتي؟ هقول لك ان كان الناس في النادي الاهلي منتظرين القرار النهائي من لجنه التخطيط للكره والكابتن محمود الخطيب لابرام العقود. قرار نهائي اللي هو خلص خلص، انا متفق على كل حاجه كنادي اهلي. بس كان في اجتماعات مع كولر، في جلسات، في كلام من ده، فلحد ما خدت القرار النهائي كان دخل الفريق البلجيكي وتدخل مدرب المنتخب الجزائري لإقناع اللاعب بالاحتراف في أوروبا. فابتدت القصة تلعب هنا عند الراجل زين الدين بالعيد ووالده،
نروح اوروبا احسن في الاول وفي الاخر، هنجرب حظنا لو رحنا اوروبا والدنيا نطقت معانا ومشينا كويس، هوب نروح على نادي كبير خلاص احنا كده حققنا يعني طموح كبير جدا بنحلم بيه، ولا نروح النادي الاهلي؟ طب اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ وانا بتكلم معاك التواصل لا زال مستمر بين النادي الاهلي ووالد زين الدين بالعيد، تواصل مستمر، وفي نفس الوقت في تواصل مستمر بين النادي البلجيكي مع والد اللاعب واللاعب نفسه، فالنسب 50-50 بشكل يومي. الاهلي بيتواصل مع اللاعب لحد اللحظه دي. المرحله اللي فاتت الناس كانت بتقول اصل هو مسافر ثلاث يوم العيد، ما كانش منطقي يا جماعه، لان اصلا ما كانش في اداره في اتحاد العاصمه، لسه الرئيس الجديد جاي بقاله يومين. فانا بقول لك بنسبه كبيره خلال الساعات اللي جايه اللاعب هيحسم قراره، يا اما يروح هنا يا اما هنا. في كلام على النسبه بتاعت اعاده البيع في اتفاق ما بين بلجيكا النادي البلجيكي واتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه عايز يحط نسبه كبيره ما بين 20 و25% طبقا للي عرفناه، النادي البلجيكي يقول لك لا 10% بس، فده برضو كلام بيتردد. بس في نفس الوقت الكلام ده كان مع الاداره السابقه، مع الاداره الجديده كل ده هيتغير، فايه اللي هيحصل جديد هنخلينا نترقب ونشوف خلال الساعات المقبله. لكن لسه الاهلي في الصوره في الوقت اللي الناس تقول الاهلي خرج، لا الاهلي لسه ما خرجش من الصفقه، والاهلي بيكثف مفاوضاته بقوه مع زين الدين بالعيد، وبيحاول يقنع اللاعب. انا اقول لك مع والد اللاعب يعني بيحاول يقنع والد اللاعب بفكره ان انت لما هتيجي النادي الاهلي برضو احنا عندنا تجارب كتير جدا قبل كده كنادي اهلي، ده كلام مسؤول في النادي، من بيجي عندنا اللاعب بيتبروز بيشارك في بطولات عالميه بياخد دوري ابطال افريقيا الكلام ده كله، فلو جاله عرض بره مش هيكون في اي مشكله خالص يعني، بدل ما يروح نادي في اوروبا بالتحديد في بلجيكا في نادي يعني في متزايق او يعتبر في اخر الجدول ممكن ما يستفادش حاجه. فالمفاوضات ماشيه في الاتجاه ده، فده الجديد بخصوص مفاوضات الاهلي مع زين الدين بالعيد. طيب الحاجه الثانيه، موقف يحيى عطيه طلاق ايه؟ بالمناسبه ده ما كانش خبر احنا انفردنا بيه، يعني مش احنا انفردنا بيه للامانه يعني، بس تابعنا للخبر وفعلا الاهلي متفق على كل حاجه مع يحيى عطيه الله. دلوقتي القرار مش في الاداره، القرار عند مين؟ عند كولر. في الاجتماع الاخير كولر ما اداش قراره، ما اداش قراره النهائي في في في, في يحيى عطيه الله، لكن الاهلي كنادي مخلص شغله زي ما كان حاصل كده مع زين الدين بالعيد، بس القرار كان في ايد الاداره مش في ايد كولر، لان كولر كان مدي الاوكي على زين الدين بالعيد من بدري، بس لجنه التخطيط او مشرف على الكره الكابتن محمود الخطيب ما قالش للناس في النادي المسؤولين، او ما قالش مثلا ما كلفش امير توفيق مدير اداره التعاقدات انه يروح يخلص التكليف، حصل مؤخرا كان دخل النادي البلجيكي. طب يحيى عطيه الله ايه؟ يحيى عطيه الله الاهلي متفق معاه على كل حاجه ومخلص معاه كل حاجه. طب في انتظار قرار مين دلوقتي؟ في انتظار قرار كولر. وخلي بالك ملف الباك ليفت ده خلينا نتكلم على علي معلول لان في اخبار انتشرت النهارده هقول لك حقيقتها ايه. لكن في مرشحين اخرين مع يحيى عطيه الله في حاله ان كولر قال لك لا بلاش يحيى عطيه الله، مين هم الاسماء ايه؟ قلنا اسم منهم قبل كده، عندك اللاعب العبدي وبالعمري، واحد بيلعب في الدوري التونسي والتاني بيلعب في الرجاء المغربي، دول اتنين لعيبه من الاسماء المرشحه في النادي الاهلي خلاص لشغل مركز الظهير الايسر في حاله عدم موافقه كولر على التعاقد مع اللاعب يحيى عطيه الله للاهلي مخلص معاه كل حاجه. العمري ده هو اللي في الرجاء المغربي، بالعمري يوسف بالعمري خلاص، واللاعب الاخر الثاني اللي هو العبدي ده بيلعب في الدوري التونسي، فدول مرشحين مع يحيى عطيه الله اللي الاهلي مخلص معاه كل حاجه في انتظار قرار كولر. بالمناسبه في اسم كنا قلنا لحضراتكم عليه اللي هو محسن بوريكا في مركز المهاجم، ده خرج من الحسابات بشكل كبير بالنسبه لمسؤولي النادي الاهلي، زي ما بشكل رسمي خرج كوناتي من الحسابات. ليه؟ لان كانت وجهه نظر فنيه احنا قلنا لحضراتكم عليها قبل العيد في الاجتماع الاخير، اداره السكاوتنج مع اداره التخطيط للكره عرضوا على كولر ارقام اللاعب، فقال لك اللاعب ده احنا شايفينه وجهه نظرنا مش مناسب، قال لهم كولر شوفوا لي البديل. فدلوقتي لجنه او اداره السكاوتنج مكلفه بالبحث عن بدلاء في خط الهجوم، ويبقى هذا المركز ازمه بالنسبه لي
كولر والنادي الاهلي، فدلوقتي بيدوروا على مهاجم جديد. خلاص. بالنسبه للاعب العبدي ده بيلعب في كان الفرنسي اللي هو الباك ليفت. فكانوتي بره، الحسابات رسميا اللاعب محسن بوريكا بيبتعد بشكل كبير جدا عن حسابات النادي الاهلي، لان شايفين ان ممكن برضو الاهلي يجيب احسن من كده. لكن موقف معلول، فاكر لما قلت لك ان الكابتن محمود الخطيب بيرغب في تجديد عقد علي معلول؟ وانا بقول لك الكابتن محمود الخطيب تحديدا، لان كولر ما عندوش العاطفه، كولر ما عندوش مشكله كمان مع علي معلول على المستوى الفني. طبعا مين اللي يبقى عنده مشكله مع علي معلول على المستوى الفني؟ هو بيتكلم ان هو محتاج دعم في المركز ده، فترك الملف للاداره. والكابتن محمود الخطيب في الاجتماع الاخير، وانا قلت لكم كمان من قبل كده، ان هو الراجل الوحيد في النادي الاهلي اللي متمسك اشد التمسك بالتجديد لعلي معلول، ودي حاجه تحسب للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. بالفعل الكابتن محمود الخطيب ادى قراره للمسؤولين في اداره التعاقدات، بالتحديد امير توفيق مدير الاداره، انه يبتدي يلا خطوات لتجديد علي معلول. هل جدد اللاعب سنتين زي ما تردد اليوم؟ لا، حتى هذه اللحظه علي معلول ما قعدش اصلا مع حد من النادي الاهلي، هيقعد خلال الفتره الجايه، خلال الايام الجايه، بالتحديد بعد يوم الثلاث لو ماتش اتلعب مع الزمالك. كل حاجه حبان وتتضح بشكل اكبر. فالاهلي في اتجاهه لتجديد عقد علي معلول بقرار من الكابتن محمود الخطيب. حتى كولر قال للكابتن محمود الخطيب عايز تجدد لعلي معلول جدد له، بس حل لي مركز الظهير الايسر. طيب هل الاهلي هيحل المركز ده؟ هيحل المشكله دي في المركز ده. هل في لاعب محلي؟ مفيش ولا لاعب محلي مقنع للمسؤولين في النادي الاهلي في مركز الظهير الايسر. فالاهلي كده كده هيجدد لمعلول وهيجيب اجنبي من بره في المركز ده. لكن معلول هيتقعد معاه الفتره الجايه، لحد دلوقتي ما قعدش وما وقعش سنه ولا سنتين ولا كلام من ده. هيتقعد معاه الفتره الجايه ويتم تجديد عقد علي معلول، ممكن يكون سنه ممكن يكون سنتين، ده حسب اتفاقات مع امير توفيق خلال الفتره اللي جايه يعني. خلاص كده، اعتقد دي اهم وابرز التفاصيل اللي ليها علاقه بالنادي الاهلي. بالمناسبه النهارده الفريق راح من التدريبات، بكره هيستأنف تدريباته. بكره راح، مش النهارده، النهارده الفريق اتمرن وبكره راح بالنسبه للنادي الاهلي من التدريبات اللي هو الحد، ويوم الاثنين هيكون في مران اخير استعدادا لمواجهه الزمالك يوم الثلاث. دي صور تدريبات النادي الاهلي النهارده في اطار استعداد لمباراه القمه يوم الثلاث المقبل. هو كولر طبيعي ده اسلوبه يعني، بيتمرن قبل الماتش بيوم، واليوم اللي قبل الاخير بيكون فيه اجازه اللي هو زي بكره كده، وده البرنامج الخاص بكولر دايما يعني مع النادي الاهلي يعني. فدي اهم وابرز الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. طيب فاكرين يا جماعه، معلش برضو لان ده مجهود بيبذل والبعض بينسبه لنفسه، مفيش اي مشكله خالص، احنا كنا اتكلمنا وقلنا على الميعاد بتاع نهائي او عفوا بتاع بطوله الامم الافريقيه في المغرب 2025، بدل ما هي هتكون في شهر 7 بقت في شهر 12، وان المكتب التنفيذي استقر على كده وهيعلن عن كده. الكلام ده قلناه من فتره كبيره جدا في جزء من حلقه سابقه يا جماعه، صح؟ جاهز؟ اعرض يلا نسمع الكلام اللي قلناه قبل كده ونأكد عليه من خلال خبر وانفراد حصري كان لينا، ونرجع نتكلم بخصوص الفيديو اللي هتسمعوه دلوقتي. يلا بينا. ده الخبر اللي هيصدر خلال الفترة المقبلة، ده القرار اللي اتقال في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم. انا بقوله لك القرار، القرار اللي اتقال في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم، ان بطوله الامم الافريقيه في 2025 بدلا ما تكون في شهر 7 هتكون في شهر 12. ده قرار، الموضوع انتهى وحسم في انتظار الاعلان الرسمي خلال الفتره المقبله. تم الاعلان الرسمي زي ما قلنا لحضراتكم بالظبط خلال الفتره المقبله اللي هي كانت امبارح. فاعلن الاتحاد الافريقي بشكل رسمي امبارح ان البطوله ستقام في شهر 12 بالمغرب، والنهائي هيكون يوم 18 يناير على ما اتذكر.
2026. فده خبر كان انفراد لينا، ما قلناش بقى اصل ممكن شهر كذا او كذا او كذا او كذا او كذا ال 12 شهر، لا احنا قلنا وحددنا الميعاد بالظبط. فده كان انفراد بلس 90، واعتقد ده كمان كان مهم جدا ان يعمله الاتحاد الافريقي عشان يتفادى تضارب المواعيد مع بطوله كاس العالم للانديه بشكلها او بنظامها الجديد يعني. فحسنا فعل الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب تعالى بقى اقول لك الكارثه والمصيبه اللي احنا عايشينها. تقول لي يا عم بس ليه كارثه ومصيبه؟ هقول لك عشان احنا نبهنا قبل كده والوضع دلوقتي وصل لطريق مسدود. مع مين؟ مع الراجل فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني. فاكرين لما قلنا ان الاتحاد حب يتفلسف، المسؤولين في الاتحاد حبوا يتفلسفوا البعض او التحديد بالتحديد يعني رئيس الاتحاد كامل احترامي وتقديري للمستوى الشخصي، لما قال لك لا خلي بالك اصل الشؤون القانونيه عندنا في الاتحاد قالت ان فيتوريا ملوش شرط جزائي رغم ان الراجل ليه 3 شهور، وبعد كده راحوا للوزاره والوزاره قالت ايه لا يا جماعه انتوا بتعملوا بتهرجوا، ده الراجل ليه 3 شهور شرط جزائي، طبعا مشيتوه لان عقده كان 4 سنين عدى منهم سنه ونص تقريبا. فرجعوا يخاطبوا فيتوريا يقولوا له معلش احنا اسفين يا مستر فيتوريا ارجوك اقبل خد ال3 شهور شرط جزائي، الراجل فيتوريا قال لهم لا. ففضلوا يحاولوا معاه على مدار الفتره اللي فاتت. النتيجة النهائية اللي وصلوا لها رغم تصريحات طبعا الأستاذ المحترم الأستاذ إيهاب الكومي والأستاذ المحترم الأستاذ خالد الدرندلي أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم عضو الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد، قالوا لك إيه المشكلة اتحلت مع فيتوريا والقصة خلصت؟ أنا بقول لحضرتك والله العظيم ثلاثة المشكلة ما اتحلتش، وحياة ربنا المشكلة ما اتحلت بل اتعقدت أكتر، وفيتوريا تمسك أشد التمسك بان هو ياخد ما تبقى من عقده ان هو هيستمر في درجات التقاضي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم. يعني معنى كده ايه؟ ها؟ معنى كده ان الاتحاد مطالب بانه يدفع لفيتوريا 4,600,000 دولار، 4,600,000 دولار يدفعوا للراجل اللي قدام حضراتكم على الشاشة ده. ليه؟ عشان احنا حاولنا اقول ايه بس حاولنا خليها نتفلسف، خليها اي حاجه اختاروا المصطلح اللي انتوا عايزينه، حاولنا نعمل نستنصح ونقول لا ده ملوش شرط جزائي. يعني احنا مطالبين ان احنا ندفع كام مصري؟ 230 مليون جنيه مصري. مين اللي يحاسب ومين اللي يتحاسب على كل الفلوس دي؟ بالدولار يا فندم، بالدولار 4,600,000 دولار بعد ما الراجل فيتوريا يستمر في درجات التقاضي ضد الاتحاد هياخدهم. والراجل ده بالمناسبه عملها مع النصر السعودي قبل كده وخد حقه. هتقول لي الله طب ما هو العقد بيقول 3 شهور، هو الراجل بيستند لايه دلوقتي؟ بيستند لان الاتحاد هو ده نفسه اللي بيقول له والنبي خد ال3 شهور دلوقتي، هو اللي قال له لا انت مالكش حاجه عندنا. فبيستند للخطابات بتاعه الاتحاد اللي وصلت للمحامي بتاعه فرايح بيها للاتحاد الدولي عشان يجيب حقه، بدل ما هياخد ال3 شهور بس هياخد بقيه العقد اللي هو تقريبا 2.5 سنين باقيين من العقد. يعني هياخد كام؟ 4,600,000 دولار، يعني كام بالمصري؟ 230 مليون جنيه مصري قيمه عقده بالكامل. وفيتوريا بدا اجراءات الشكوى وهيستمر في اجراءات التقاضي ضد الاتحاد وهياخد فلوسه. طب هل ده ينفع يا جماعه؟ هو مفيش حاجه عدل ابدا؟ يعني مفيش حاجة عدلة تتعمل أبدا؟ يعني احنا هنفضل كده؟ رغم إن العقود واضحة والبنود واضحة وأوضح. هتقولي ما هو يا أمير معلش يعني ما هو تصريحات المسؤولين في الاتحاد، والله العظيم يا جماعة حتى لو مسؤولين في الاتحاد أقول لك على حاجة، كتير من مسؤولي الاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد ما يعرفوش اللي بقول لحضراتكم ده، والله العظيم زي ما بقول لك كده. الراجل اشتكى وهياخد الفلوس. والاتحاد في موقف لا يحسد عليه بل يستحقه لان هو اللي حط نفسه في الموقف ده. انت حطيت نفسك في الموقف ده. 230 مليون جنيه مصري يا خبر ابيض، 4,600,000 دولار يا نهار اسود. طب ولما يمشي المجلس ده مين اللي هيحاسب على الفاتوره دي يا جماعه؟ والمجلس ده لما هيمشي هيمشي كده من غير ما يتحاسب؟ من غير ما يتحاسب ينفع؟ مشكلة كبيرة. بس هو ده الواقع اللي لازم الناس تعرفه. الراجل ده مش هيتنازل عن حقوقه، وأما صدق إن الاتحاد قال له أنت مالكش عندنا حاجة، مفيش شرط جزائي.
فدي فرصه بالنسبه له عشان يكسب مكاسب ماديه اعلى. فده الامر بخصوص هذه الجزئيه تحديدا. النهارده كان في ماتشين في بطوله الدوري. ماتش كان بين انبي والجونه، انتهى بفوز انبي 1-0 مصطفى دويدار، كده انبي في النقطه او وصل النقطه رقم 40 في المركز الرابع من 26 ماتش، والجونه 31 نقطه المركز ال 12 من 27 ماتش. فده موقف الفريقين في جدول المسابقه بعد فوز انبي النهارده بهدف مصطفى دويدار. الماتش الثاني كان بين طلائع الجيش وسموحه، ما بين طلائع الجيش وسموحه، انتهى بالتعادل الايجابي 2-2، رغم ان سموحه يعني كان بيلعب متفوق بلاعب زياده، وكان في حاله طرد فرقه طلائع الجيش في الدقيقه 15 على ما اتذكر او حاجه يعني. لكن كمان سموحه ضيعت ضربه جزاء عن طريق جونيور اجاي، وضيعوا اكتر من فرصه، جابوا هدفين عن طريق مصطفى البدري وعن طريق عبد اللطيف بن كوسو في الدقيقه 48، وطلائع الجيش جاب هدف في الدقيقه 11، وعمر سعيد جاب هدف حلو في الدقيقه 70 يعني. طرد كان لعلي حمدي في الدقيقه 13 من طلائع الجيش. كده الجيش او طلائع الجيش 34 نقطه في المركز ال 11 25 مباراه، و سموحه 39 نقطه المركز الخامس من 26 مباراه. النهارده كمان ده بخصوص طبعا الدوري المحلي عندنا يعني. النهارده كان في ماتشات في اليورو. ماتشات ايه هقول لك حالا. البرتغال ابرز دي ابرز الماتشات يعني. البرتغال فازت على تركيا بنتيجه 3-0 في مباراه كان فيها هدف يعني غريب جدا، لاعب تركيا يعني في مرمى بالخطا، سوء تفاهم بينه وبين حارس المرمى، واسيست لكريستيانو رونالدو عمل الهدف لبرونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا هو اللي جاب الهدف الاولاني. 3-0 على تركيا. دي ماتش او دي مباراه كانت في الساعه 7 مساء. جورجيا تعادلت مع التشيك 1-1 في ماتش كان الساعه 4، وبلجيكا كسبت رومانيا 2-0، رومانيا اللي فازت المباراه الاولى بنتيجه 3-0. طيب بكره في ماتش او في ماتشين، بيراميدز مع المقاولين الساعة 7، والمصري مع سيراميكا الساعة 7 برضو. طيب طاقم حكام بص بقى الخبر ده. طاقم حكام مباراة بيراميدز والمقاولين العرب، ركز كده معايا في حكم الساحة الله يبارك لك، عشان خاطري يا شيخ ركز كده في حكم الساحة عشان خاطري بعد إذنك. مين حكم الساحة؟ الكابتن محمد الحنفي. الكابتن محمد الحنفي اللي هو تقريبا ما حكمش اي مباراه هذا الموسم، لانه اصلا ما عملش اختبار بدني، وتعاقب واستبعد من فيتوريا. بكره بالمناسبه في ماتش ثالث يا جماعه، مش ماتشين بس، المهم يعني اسماعيلي مع فيوتشر بكره كمان. المهم يعني خلينا في ماتش بيراميدز والمقاولين ده، لان خلي بالك انا مش لاقي تفسير. كابتن محمد الحنفي هيدير المباراه وهو ما حكمش ولا مباراه على مدار الموسم، وفي نفس الوقت اصلا علاقه سيئه جدا بينه وبين رئيس لجنه الحكام، بخلاف ان اصلا الموضوع بالنسبه لي مش قادر افسره. الراجل اصلا كان يعني مش عايز اقول مضطهد محمد الحنفي، بس مستبعده تماما، ومحمد الحنفي ما اجتازش الاختبارات، فايه الاساس اللي عليه تم اتخاذ هذا القرار؟ مش قادر افسر. الماتش الثاني المصري مع سيراميكا، مين الحكم؟ حكم الساحه محمد بسيوني، او عفوا محمود بسيوني، اللي عنده مشكله مع سيراميكا في ماتش فيوتشر، وكان حكم الفار، وسيراميكا طلع بيان ضده، وفي واقعه صحيحه يا جماعه في ماتش سيراميكا بتاعت الانذار سيراميكا فيوتشر، دي واقعه كوميديه. كان لاعب فيوتشر خد الانذار الثاني المفروض، فقالوا لا والله ده مش هو، ده واحد ثاني اللي عمل الفاول، مع ان هو اللي عمل الفاول كان يستحق انذار ثاني والطرد. فالحكم تراجع، وكانت فضيحه من الفضايح بتاعتنا يعني، فضايح بريرا يعني. ففيوتشر طلعوا سيراميكا طلعوا بيان، وتاني محمود بسيوني موجود رغم ان هو كان حكم فار في ماتش فيوتشر. عادي يعني، عادي، حاجة صعبة جدا والله اللي بيحصل عندنا ده، مش عارف فكرته ايه.
هنروح لفاصل، بعد الفاصل ينورني وشرفني الكابتن شريف عبد الفضيل، نتكلم معاه في شويه حاجات كده ليها علاقه بالاهلي والزمالك واللي هيحصل خلال الفتره الجايه وبعض الملفات على الساحه الرياضيه المصريه. بعد الفاصل مستمرين في بلس 90 سنه. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في بلس 90. بينورني ويشرفني نجم النادي الاهلي السابق الكابتن الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. يا كابتن شريف ازيك؟ حبيبي عمير، مساء الفل عليك. عامل ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. زي الفل. شهادات بقى والدنيا والعه الحمد لله، ده حاجات بسيطه كده. اه والله مهم جدا. دي دبلومه في الاداره من الجامعه، من جامعه القاهره، معتمده من الفيفا والاتحاد الدولي. دي معانا ناس من السعوديه وقطر والكويت والجزائر وتونس، كان مجموعه جدا من الدول العربيه، لان هي مش هتتاخد، هي الوحيده المعتمده من الاتحاد الدولي هنا جامعة القاهرة. خلي بالك في منافسة جديدة السنين اللي جاية من السعودية انها هتاخدها طبعا. تعرف السعودية داخلة بشكل كبير طبعاً. عايزة تلم كل ما هو محيط بمجال الإدارة والرياضة عموما في الوسط الرياضي في الشرق الأوسط يعني وأفريقيا عموما. بس أنا أحب قوي اللي يطور من نفسه، يعني أنت حتى التوجه بتاعك في اتجاه التدريب، يعني واخد اتجاه التدريب. أنت دلوقتي مدرب منتخب مصر بالظبط، فكمان في الاداره بتطور، بتاخد دبلومه كمان من ده، انا احترم جدا كده في الحقيقه، فبرافو عليك يعني. الحمد لله والله. بص يا امير، يمكن احنا دايما لعيب الكوره انا بشفق عليه، بتشفق مدرب الكوره بشفق عليه، لان دايما هو اللي بيتحمل المسؤوليه كامله في فشل اي شيء، هو في الاخر اثنين، المدير الفني واللعيب. خلاص، وللاسف للاسف يعني مفيش حد بيحميهم، ما فيش حد بيحمي المدرب، بيحمي لعيب الكوره اضعف اثنين في المنظومه، لعيب الكوره والمدرب. ليه؟ ما لعيب الكوره ساعات بيبقى عنده جماهيريه مش طبيعيه. لا يبقى عنده جماهيريه مفيش مشكله، بس الحكام ايه طيب؟ لا لا، الحكام دي قصه ثانيه، انا بكلمك في منظومه الكوره. منظومه الكوره داخل النادي، داخل النادي، داخل النادي. ماشي. خلاص، لما يجي اي حاجه اخفاق بيحصل للفريق، ايه اللي بيحصل؟ اول واحد بيتشال مدير الفني، ثاني حاجه ماشي اللعيب ده هات لعيب ثاني، ودايما بيتم انتقادهم والتشويه الى حد ما، إذا حتى تعليم متوسط حتى فده كان مهم جدا بالنسبه لي. انت لو بصيت للوسط الرياضي كله يا امير، لا في لعيبه كتيره متعلمه جدا ومثقفه جدا. بس هي دايما احنا بنمسك في لو في 20% مش مثقفين، انت بتمسك في ال 20 وتسيب ال 80. خلاص، مع ان في ناس كتير جدا مثقفين، في ناس جدا على درايه، في ناس بتكمل تعليمها بشكل كويس، مع ان تكمله التعليم اثناء الرياضه ده شيء صعب جدا. خلي بالك. لكن انا الحمد لله اشتغلت على دبلومه الاداره، اشتغلت حاجه اسمها سكوتش اف ايه من الاتحاد الاسكتلندي، تابع للاتحاد الانجليزي. ده فيس 1 من برضه حاجات في التدريب. لما تجمع التدريب مع الاداره ده صميم عملك كمدير فني. صح، هي صح، دي ازاي تدمج دي بدي، لان انا كده كده ده ما جاتش. انت مدير برضو، انت مش كان فني بس. هو انت كولر مش عايز مدير فني مع ليه؟ مدير فني؟ مدير كوره، سوري. ايه ده، هو كولر مش عايز مدير كوره؟ الله، ده من زمان. الله. طبعا. يعني انت كمان بتقول ان كولر، طب ما كده الناس هتهاجمك. لا مش هجوم، ليه؟ انا بقول لك هو الراجل كولر مش عايز. هي عشان الناس بره في اوروبا الناس قالت لك لا انت عايز ايه، انت بتقول ايه؟ انا معاك فعلا، كولر مش عايز الكابتن خالد بيبو. يا جماعه احنا بنتكلم بمصداقيه، هو مش موضوع خالد بيبو او حد تاني غير كابتن خالد بيبو. هو اي منصب، اي حد موجود غير كابتن خالد بيبو كان هيقول هو مش عايز منصب مدير كره نفسه. لا، هو لا، الراجل عايز يدير، لان الراجل ما كانش عنده مشكله مع الكابتن سيد، فاذا الكابتن سيد كان ايه، مدير كور، ملهاش دعوه بالمشكله او من عدمها. هو لا. الراجل اسمع بس اللي بقول لك عليه، اتفضل. والراجل، انا بقول لك الراجل مش عايز منصب مدير كره، لان هو اللي بيدير كل شيء من كبيره لصغيره جوه غرفه. بس ده مش هينفع في النادي الاهلي. ما هو ده اللي مش هينفع، ما انا عارف. لان النادي الاهلي بالنسبه للمجلس، ممثل المجلس في فريق الكوره هو مدير الكوره، ده طبيعي جدا. مجلس الاداره في فريق الكوره دي سياسه النادي، وده احنا ماشيين كده علينا. والراجل طبقا للي انا اعرفه، الراجل مش معترض على كده ابدا، هو معترض على مين اللي يكون موجود بس. ماشي، انا معاك، بس انا دماغي، انا بقول لك ان الراجل وطبيعي لازم المدير الفني يكون ليه تدخلات اداريه على فكره. عشان كده انا بقول مثلا اي مدير فني بره في اوروبا بيعمل ازاي. مدير فني مفيش حاجه اسمها مدير كوره خلاص. المنصب ده اتلغى خلاص. بس هو مدير الفني بيبقى ملم بكل الامور الاداريه، ومعاه الاداريين التانيين اللي بيخلصوا الامور دي. فانا بس عشان ما ناخدش ما شاء الله دكتور دكتوراه. لا لا، برافو عليك. طبعا دكتور عمرو محب، ولازم نشكره ونشكر جميع الدكاتره، دكتور اشرف وكل المسؤولين والدكاتره. بس للامانه عايز اقول لك على حاجه يا شريف، انا عاجبني قوي الخطوات انت بتاخدها لسبب بسيط قوي. احنا عندنا مشكله هنا في الرياضه المصريه ليها علاقه بان لاعب كره القدم، وكان معاك بمنتهى الصراحه، بعد ما بيبطل كوره بيبعد عن الاضواء، فبيدور على الحاجه اللي ترجع له الاضواء دي، فبيعتمد على الاسم بتاعه، يقول لك انا فلان الفلاني.
ابقى مذيع، ابقى مدرب، ابقى مدير كوره، ابقى محلل، ابقى اي حاجه، لان انا فلان الفلاني اللي كنت نجم الاهلي او نجم الزمالك. بحييك يا امير، لكن لكن ما بيحاولش يطور يطور من نفسه، يدرس الحاجه اللي هو يعني مثلا عايز تبقى اعلامي ذاكر ادرس اعلام، صحيح. عايز تبقى مدير كوره خد كورسات او حاجات في الاداره او خد دبلوم في الاداره، عايز تبقى مدرب خد الدبلومات والحاجات والرخص التدريبيه. ما فيش حد بيعمل كده غير قليلين قوي للاسف اللي فاهمين، اللي انت منهم يعني اللي بيعملوا الحاجات دي يعني. بص يا امير، يمكن سؤالك بحييك عليه، لان ده يا عيني انا ما انا بشفق على اللعيب وعلى بالذات لما يبطل. يعني حالتنا احنا بتبقى صعبه، انت ليه دايما لعيب الكوره لما يبطل تلاقي ناس كتيره نفسيتها تعبت؟ خلي بالك بيبقى عنده تاثير اكبر لو هو ما عندوش الثقافه الكافيه ازاي يدير امور حياته، وعنده يقين بان دي مراحل شغل تانية خالص وبتبدا كارير جديد من اول خطوه. في ناس تاخد الحاجات بالفهلوه، بالفهلوه بيقول يا باشا ده اللي ماشي بالظبط كده بالطريقه اللي هقول لك بيها دي، يا عم ده التراك اللي ماشي الترند بقى، واعمل واطلع اقول كلمتين يضربوا معايا وامشي على التراك ده. انا لو تفتكر انا من ساعه ما جيت معاك انا امير قلت لك ايه، انا ما بحبش الطريقه جو الترند، انا عايز اوصل للناس فعلا معلومه حقيقيه، عايز اوصل للناس لما اجي اتكلم في حاجات فنيه ترند بمعلومه، ترند بمعلومه دي هايل، لما اجي ارد عليك بمنطق وبعقلانيه وبوقائع ده ممتاز بالنسبه لي. انما ما تجيش بتقول حاجات سفه، حاجات خارج النطاق، وبتشوه كمان افكار الاجيال اللي طالعه. دي المشكله بالظبط. وده خلي زي بالك مثلا في منصب مدير الكوره او منصب او كمدير فني او مدرب عام، فانت في ناس تاخدها تقول لك ايه انا هجرب وانا نصيبي ممكن تضرب معايا، رغم ان انا مش دارس او مش واخد الرخص التدريبيه، او دي مشكله برضه. خلي بالك ده الموضوع مش سهل خالص. انا درست كم حاجات في الاداره، انا واخد حاجه من الاي او سي كمان ان شاء الله في الجامعه الامريكيه كمان. حاجات محاضرات كلها دي كلها شهاده حضور كامله جوه الجامعه الامريكيه، بتدرس باللغتين خلاص. فكل ده انا بجمعه، انت متخيل كم الخبرات الواحد خدها يا امير في الشهادات دي؟ انت طبعاً المعلومات كبيره جدا. خدنا كمان اتحاد الكوره برضو عشان ما ننساش نقطه مهمه، خدنا حاجه في التابعه للجامعه البريطانيه في اللي موجوده في الشروق تبع وزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بشكره عليها. دي حاجه كانت طبعا تبع المشروع سياده الرئيس ان هو لتطوير مدربين المنتخبات المصريه، وان دايما كل المدربين بتوع المنتخبات ان شاء الله هيبقوا من منتج مصري 100% ان شاء الله. فجابوا لنا ناس من مانشستر دورات تدريبيه على اعلى مستوى، خدنا اسبوع كامل من الساعه 9 الصبح للساعه 8 بالليل. لا والله كل يوم كامل. في الشروق كنا بنبات في المبيت بتاع الشباب، سكن الشباب بتاع الجامعه البريطانيه هناك. يمكن انا والكابتن احمد الكاس والكابتن محمد ابراهيم وكذا حد تانيين بنبات جنب البتاع، عشان احنا انا ساكن في زايد عشان اصحى اروح الصبح ساعتين. ده مشوار. فقعدت اربع ايام منهم بنبات هناك. فبشكر سياده الوزير، بشكر الناس على القائمين على هذا المشروع، ان شاء الله يبقى افاده، لان احنا استفدنا كل الحاجات اللي بيتكلموا فيها ما يشمل كرة القدم. طبعا طبعا كرة فهمت. القدم مش 11 ضد 11 في الملعب، موضوع كبير بقى، دراسة وعلم، لأن ده بيزنس وصناعة كبيرة. صح. عايز تستثمر وتصنع لازم تدير الأمور صح. صح، برافو عليك. طيب أنا واخد النفس ده قبل ما أخش على فكرة. والله أنا مش مصدق اللي أنا بسمعه. مش مصدق. مش مصدق طبعا. الزمالك هيلعب الماتش يوم الثلاثة ولا لأ؟ والله اللي إحنا فيه ده أمير مأساة. 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 ده كله عشان دايما شماعة الخسارة بتبقى جاهزة. دايما شماعة خسارتك بتبقى جاهزة، لما تخسر هتعلق شماعتك على ايه؟ الشماعة بتاعتك هترمي الخسارة على مين؟ هي دي دايما بتصدر الاكاذيب وغير الحقائق لجماهيرك. ليه؟ احنا ليه وصلتونا لكده يا جماعة؟ هو انا عشان خسرت ماتش قلبت الدنيا؟ انت شايف ايه المأساة دي يا الزمالك؟ خد القرار دي عشان خسر ماتش. الزمالك انا بحب نادي الزمالك، وهنا انا بتكلم دايما بشكل محترم عن نادي الزمالك لانه نادي كبير. فعيب اللي بيحصل ده. احنا مجلس الإدارة الجديد ده لما جه انا أول واحد أشدت بيه، وقلت بحييهم على الصفقات الجديده. الواضح ان الاداره دي عندها فكر مختلف، ثقافه مختلفه، واضح ان هم هيبقوا ماشيين بشكل مختلف، بس واضح ان احنا اللي كنا غلطانين. اشادنا بيهم بشكل خاطئ. ليه؟ معلش. ما هو في ملفات نجحوا فيها. لا، في ملفات نجحوا. وبعدين معلش، المتحدث الرسمي بيتكلم بشكل غريب جدا، وبيتكلم بمصطلحات لا تليق وساعات بتسيء لمجموعه ناس تانية خالص. ده المتحدث الرسمي. وبعض مجالس الاداره تلاقيهم في قنوات تانية بيطلعوا بيتكلموا بشكل مختلف. لا، مفيش انضباط، في خلل في المنظومه. هل في حاجه تحسب ضد اعضاء مجلس الاداره؟ اكيد طبعا. انت اولا في واضح ان للامانه، عشان يكون واضح معاك للامانه، يعني كاعضاء مجلس اداره تصريحات متزنه جدا. تمام.
انا معاك فيها، بس الناس للامانه محترمين جدا كلهم يا سيدي على راسنا من فوق، مفيش مشكله. انت ممكن تتكلم مثلا على مسؤول في النادي، طبعا مغريات السوشيال ميديا كلام من ده بتشده، دايما يا امير احنا ما بنعممش كلامنا، احنا بنخص اشخاص معينين مش هنذكر اساميهم، ولكن هنا لما يحصل اخفاق في مباراه مثلا زي المباراه اللي خسروها بتاعه المصري في قرارات دفاعيه طلعت منكم، في تصرع واندفاعيه في اتخاذ القرارات، ده مش مظبوط. في تراويح ناس تهدى وتاخد قرار في اجتماع مجلس اداره وتاخد اراء الناس كلها، دي الحكمه، صح، ده القرار الانسب ليك. انما تاخد قرار متسرع بالمنظر ده بقى في عواقب اكبر بكتير، اللي هي ايه؟ انت دلوقتي بتضر سمعه كره مصريه، انتظام الدوري بتاعك. هو انت لما انت عايز تنسحب دلوقتي، معلش يعني، ومش عايز تلعب غير لما النادي الاهلي يلعب مؤجلاته، طب لعبت ليه الماتشين الثلاثه اللي فاتوا؟ الكلام ده كان من بدري، سؤال منطقي طبعا، كلام بص كلام بديهي جدا، ما كنتش لعبت الماتشات اللي فاتت. هو ماتش الاهلي والزمالك يوم 25 ده متحدد من امتى؟ وماتشات الزمالك اللي اتلعبت في الدور الثاني، امير هو في سؤال واحد بعد اذنك، يعني هو لو كان كسب الماتش اللي خسره ده كان هيقول نفس الكلام ده؟ ما اعتقدش، صح كده؟ ما اعتقدش، الله اعلم، بس ما اعتقدش. يبقى هنا مجلس الاداره عنده اخفاق كبير جدا في قراره، وحط نفسه في معضله كبيره. انت بتشوف ان هو اتسرع، هو دلوقتي حاطط نفسه في تحدي قدام جماهيره، السوشيال ميديا، وده اكبر غلط. دايما بنحترم جماهيرنا، بس السوشيال ميديا هي مش هي اللي هتقودنا طبعا، خلاص لازم تبقى واخد قرار. بالعكس، السوشيال ميديا لما تلاقيك صاحب قرار وقرار صح وقوي، اول حد هيدعمك هي السوشيال ميديا. لازم تبقى فاهم ده كويس، انما مش عشان تكسب السوشيال ميديا انت دلوقتي لو ما انت حضرتك مجلس اتحاد الكوره خد قرار نهائي ان انت تبقى موجود في الملعب، انت خلاص ايقاف وغرامات، وعلى فكره طبيعي ان انت تنزل درجه ثانيه، هي ما فيهاش هزار. لا، هو لو انسحب من عدد من المباريات، مش ماتش الاهلي بس، والله بص هو المنطق طبقا للائحه اللي احنا عرضناها على فكره في الحلقه النهارده، ان ينزل درجه رابعه لو الزمالك صمم على قراره بعدم لعب اي مباراه من الدور الثاني غير بعد ما الاهلي او بيراميدز يلعبوا ماتشاتهم من الدور الاول، والزمالك اصلا لعب 5 ماتشات من الدور الثاني. فالنهارده حتى في الجلسه مع الاستاذ احمد دياب مسؤولي نادي الزمالك قالوا ايه؟ قالوا ان احنا مش هنلعب 4 ماتشات، الاهلي وسيراميكا وفاركو والاسماعيلي. طيب يبقى احنا كده يعني مجلس الزمالك ده حاطط نفسه في ورطه كبيره، هو اللي حط نفسه في الحته دي من الاول. الكلام لازم يبقى كلام موحد، كلام قيادي، عشان توصل لمرحله معينه، انما انت واضح ان انت في تخبط في مجلس الاداره، قرارات متسرعه وفيها اندفاعيه كبيره ادت الى وقوع في صدام مع اتحاد الكوره ورابطه الانديه وكل ده. طبعا بقى في يمكن الكابتن استاذ احمد دياب كان موجود النهارده، على فكرة أحمد دياب من الناس محترمة جدا، وناس بتسعى دايما للتفاهم وتقارب وجهات النظر بشكل كبير. هو حاول يحل والمحاولات هتستمر على فكرة، برضو هتستمر، بس هنا أنت حطيت نفسك في الموقف ده، أنت حاطط نفسك قدام جماهيرك. أيوة، اللي هو مش خايف ترجع في قرارك. أنا خايف أرجع في قراري عشان ما أطلعش صغير في قراري ومش قد كلامي. خلاص، وفي الناحية التانية أنت كده هتضر بمصلحة النادي نفسه. انت هنا حاطط نفسك في ميزان صعب جدا، وانت اللي حطيت نفسك، فانت خرج نفسك بقى من القرار ده. انا في رايي او انا قلت رايي بالمناسبه في الانترو، يعني ان نادي الزمالك ما كانش عايز يروح للسكه دي قوي، يعني هو عارف لما انت تخش مثلا في مشكله مع حد تحاول تخرج باكبر المكاسب، فده شيء مشروع من غير ما تضر نفسك او تحط نفسك في موقف صعب ما تقدرش ترجع منه. لكن اللي هم حوالين المجلس واللي بيكتبوه على السوشيال ميديا وسخنوا بيه جماهير نادي الزمالك، خلى مجلس إدارة نادي الزمالك من الصعب جدا إنه يتراجع عن قراره. يعني كده يا أمير عايز تقول لي إن معلش يعني مجلس إدارة الزمالك بيتحرك من السوشيال ميديا؟ لا، ما أقصدش كده. لا، ما لا، هو ده اللي واضح أصلا، مش من كلامك، هو واضح عموما من قراراتهم إن السوشيال ميديا هي اللي بتحركهم. هم اتحطوا في موقف مش هم اللي حطوا نفسهم فيه، على قد ما في حد حركهم في الاتجاه ده. بالظبط كده، من خلال التصريحات، من خلال السوشيال ميديا، من خلال بوستات معينه، من خلال كرامه والحاجات اللي بتتكتب دي، فانت اتزنقت في مكان صعب جدا ان انت تتراجع عن القرار بتاعك. هو كان سهل جدا من بدري يتراجع، وسهل جدا يقول ان انا يعني عايز اخد حق النادي. انت كده بتضيع حق النادي، لان انت هتضطر تخصم من النادي نقط وغرامات خلاص كبيره جدا، هتعرض النادي لايقافات. شوف بقى المره كام النادي الزمالك بينسحب قدام النادي الاهلي،
المرة كام دي؟ في الفترة الأخيرة دي هتبقى التالتة. التالتة ما شاء الله، غير بتاعة الباص اللي لف ورجع. ما هي دي بالباص بال ده كان إيه السبب ساعتها؟ كان المطر باين تقريبا. كان ما كانش في سبب مقنع طبعا. حدف يمين شوية فمعرفش يمشي. أيام المجلس الصوت. أقسم بالله إحنا هنا في مسخرة. مسخرة كروية. اللي بيحصل ده معلش يعني لا احترام لعقول ولا جماهير ولا أي حد، ما ينفعش. ده اسمه استهزاء. ما ينفعش. استهزاء بعقول الجماهير. جماهير طبعا. انت عشان ما خايف، انت ليه بتخاف من النادي الاهلي؟ ما تلعب، ما انت لسه كسبان. لا يعني انت كده بتفسر عدم خوض طبعا خوف. خوف من النادي الاهلي طبعا. طب ما هو الزمالك كسبان الاهلي اخر ماتش بالظبط كده، مش انت لسه كسبان؟ العب بالعكس. ده انت هتلعبه في السوبر تاني، اكسب. ولو كسبت النادي الاهلي دلوقتي هتبقى راكب عليه، وبعد كده تخش تاني السوبر تبقى موفق في ماتشين، هتبقى ورق الضغط اكبر. ده كله ده في صالحك. انت ليه بتاخد خطوه لورا دايما؟ هو اكبر المستفيدين بعدم خوض نادي الزمالك المباراه مين؟ الاهلي طبعا. طبعا الاهلي. انت بتديني مساحه، اولا انا هريح شويه تمام، هتريحني. هلعب الدوري وانا مرتاح، واخد 3 نقط وانا مرتاح، وهتديني اسبوع راحه كمان. انت بتلاعب نادي كبير بحجم نادي الزمالك، حتى لو الزمالك مثلا بعيد والاهلي كمان في المرحله دي بعيد جدا، مستوى بعيد جدا النادي الاهلي. وبعدين في بقى عمليه تدوير اللعيبه، واللعيبه بتتصاب ولعيبه مريحه ولعيبه كانت في المنتخب ورجعت. بيراميدز متضرر جدا من عدم خوض هذه المباراه. طبعا اكبر متضرر، لانه كان يامل الاهلي يتعثر. عايز الاهلي يتعثر، كان وارد جدا جدا، لان ده هو المنافس التقليدي واقرب حد ممكن يعطل النادي الاهلي هو نادي الزمالك. ان هو كان ماشي بخطوه ثابته الفتره الاخيره. هل تتوقع ان الزمالك يتراجع عن قراره مجلس الاداره ولا صعب؟ والله كل شيء وارد داخل نادي الزمالك، كل شيء وارد. لان هم رجعوا كتير في قراراته. زي ايه؟ ما كذا مره، مش موضوع الباص وموضوع مش هيكملوا وموضوع انا بتكلم عن المجالس السابقه يعني. احنا بنتكلم عن، انما ده اول قرار حقيقي بقى للمجلس ده، ما نشوف يعملوه. يعني ده اختبار حقيقي للمجلس الموجود يعني. انت لو مكانهم، انا زعلان منهم، لان انا كنت متنبئ ويعني كنت بستبشر خير. ان لما اتكلمنا كويس عن الناس دي لما جت في الاول، قلت لا ماشيين بخطوه ثابته وفي خطوات وفي ما شاء الله ده بيعملوا في صمت، وجابوا صفقات جديده في صمت بقى. هل موقف زي ده يهد كل المواقف الايجابيه اللي عملها المجلس الحالي ولا لا؟ يعني نقول 50% مثلا، لان ده قرار مصيري. ده انسحاب. انت عارف يعني ايه يا امير؟ يعني ايه ماتش انسحاب في دوري عام؟ انت بتتكلم في البطوله الاولى، في البطوله الاولى الرسميه في بلدك هو الدوري العام. انت بتنسحب منه. ده قرار مصيري للمجلس، ده هيشيل من شعبيته اكتر من 50% كمان. من شعبيه المجلس. طبعا. طبعا. فبالتالي انت بتنصح المجلس بايه؟ مجلس اداره المجلس ده دخل في صدام. طب انت لو مكان مجلس اداره الزمالك الحالي بعد ما خد القرار خلاص، واحنا النهارده اهو، تتراجع عن قرارك ولا تعمل ايه؟ خلي بالك المجلس ده حط نفسه في فم الايه، الاسد. من الاخر. ليه بقى؟ لان دلوقتي هو في صدام مع الناس المسؤوله، في اتحاد الكوره يعني والرابطه. الاثنين الجهتين المسؤولين عن الكوره في مصر. هو المسؤول دلوقتي عن الدوري والرابطه. لا الرابطه معاه برضو الجهه المنوطه للمؤسسه اتحاد الكوره. ماشي. خلاص انت دلوقتي في صدام رسمي معاهم، هو عنده اجراء قانوني هينفذه. ماشي. انت بقى صاحب القرار، وانت اللي حطيت نفسك في الحته دي. انت دلوقتي عشان ترضي جماهير السوشيال ميديا عندك، فدخلت في صدام رسمي مع الجهات المسؤوله اللي هي الرابطه واتحاد الكوره. هتعمل ايه؟ ده دي مشكله كبيره يا امين. مشكله. انا كراجل، معلش يعني انا مش عايز اقول، انا كواحد مسؤول اداري في مكان كبير زي نادي الزمالك، لازم يبقى عندي درايه كافيه انا بعمل ايه. انا مودي النادي ده لفين؟ كفايه عليكم يعني بجد. نادي الزمالك بينهار ليه؟ دايما شماعه الخساره دايما جاهزه لكل شيء. بص انا ليا لعيبه كبار جدا، صحابي وزمايلي في الوسط الرياضي في نادي الزمالك كبار جدا. بس بسمع كلام منهم والله انا بخجل منه. بخجل من طريقه كلامهم. ليه بتسمع ايه؟ من ناس كبار مش عايز اقول اساميهم. بيدافعوا عن النادي، حقك تدافع، بس ما تدافعش في الغلط. ما تكبرش في الغلط. يا سيدي كبر في الصح. ما احنا كلنا يا سيدي نادي الاهلي ساعات بيعمل غلط، بنقول ده غلط وده صح. كولر ده كم مره هجمناه هنا؟ طبعا. المدير الفني لما بيغلط في الغلط، لما صفقه وحشه جت بنقول عليها طبعًا. غلط. مودست ده لما كلنا بنقول عليه غلط. هي في حاجات حقايق قدامك، ما تحاولش تزيف الحقايق يا جماعه. صح صح. انا بزعل من الناس دي لما تبقى كابتن كبير ومحترم. ما ينفعش تقول اكاذيب وتضحك على الجماهير بتاعتك. طول عمركم كده غلط. ما ينفعش.
هو كان هيبقى منطقي قوي لو الزمالك خد القرارات دي من بدري، من زمان، من ساعه لما الجدول اتعدل واتحط. ما هو ده اللي يحصل، ده اللي يحصل، ده من بدري. انا بقى انا اللي مضايقني ان الرموز بتاعه النادي بتطلع. انا سمعت والله من كام يوم كده، قلت اشوف كده شويه فيديوهات قديمه، لقيت كم حاجات بتتقال من رموز قديمه نادي الزمالك ما ينفعش تتقال ابدا. ان حكم فلان الفلاني بيقول لي نط في ال 18، وحكم فلان الفلاني تعالى اوديك بعربيه مرسيدس واجيبك مش عارف بايه. ما ينفعش. انتوا كباتنا وناس محترمه وناس كبيره، ما انتوا كده بتسيئوا النادي الزمالك. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ حاجات صعبه جدا تتسمع بلاهم بيقولوها عادي على الشاشات. غلط، ده غلط، ما ينفعش تطلع من ناس مسؤوله. تنصح مجلس اداره نادي الزمالك بايه؟ اولا عدم اتخاذ قرار في تسرع، لازم بهدوء وتروي اجتماع مجلس اداره، ولازم تبقوا قد القرار، لان انتوا اللي حطيتوا نفسكم في القرار ده. تشوفوا مصلحه النادي الزمالك رقم واحد، مش مصلحه مين قاعد على الكرسي. لا، طب ما هو كده من وجهه نظرهم بيشوفوا مصلحه نادي الزمالك. لا، ما من وجهه نظرهم لا، هو بيرضوا ناس عن ناس، ده ارضاء للجماهير. طبعا انت كده بتضر النادي الزمالك لما تخصم منه 3 نقط، صح كده؟ يبقى ترتيبك كام في الجدول؟ ما هو هيقول لك ما خلاص بقى مش فارقه. ايه هو مش يعني خلاص يا فنش الدوري بقى السابع والثامن والعاشر والحاجات دي، ولا هو ترتيبه كام صحيح؟ الزمالك اعتقد انا ساعات بقعد ابص في الجدول كده مش لاقيه. والله انا يعني انا حزين. نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير طبعا، مكانته كبيره. انتوا باللي بيحصل ده بتقلوا من نادي الزمالك. مع كامل احترامي طبعا لرايك يا كابتن شريف، لكن طبعًا في نفس الوقت نادي الزمالك نادي كبير، اسم كبير، يستحق طبعا ان هو يكون موجود في مقدمه الجدول. ربما الظروف اجبرت نادي الزمالك على انه يكون مش ماشي بشكل كويس في بطوله الدوري هذا. في ملحوظه بعد اذنك بس يا امير اقول لك عليها، بغض النظر عن مكانهم في الدوري. انا دايما كلامي مش على نادي الزمالك، انا بتكلم على الناس اللي بتدير نادي الزمالك، المسؤوله داخل نادي الزمالك. انت اشدت بيهم، ما هي هنا دي النقطه. احنا ما انا بقول لك اشدنا بيهم في الاول ها، ولكن الناس دي في الاخر خيبت املنا كلنا. لما يطلع قرار منكم بالمنظر ده تحطوا موقف نادي الزمالك في المحنه دي، لا يبقى ده قرار خاطئ 100%. نادي الزمالك في المركز ال 11 دلوقتي يا كابتن شريف، اهو شفت من 20 مباراه بس. طيب، عنده عدد من المؤجلات يا سيدي، عنده عدد، شيل بقى كمان 3 نقط، 6 ماتشات، شيل 3 نقط بتوع الزمالك بتوع الاهلي. بس هو كده كده حتى لو شلت 3 نقط ممكن يوصل في نهايه الدوري للنقطه رقم 71، فده اكيد يحسن مركز نادي الزمالك في الدوري. ما يحسن، بس احنا بنتكلم على ترتيبه دلوقتي. خلاص انت شوف النادي الاهلي لسه ناقص له كام مباراه لغايه دلوقتي وفي المركز الثاني. انت واخد بالك من الفرق؟ خلاص. طيب ما انا ما اجيبش بيراميدز 59 نقطه في طيب المركز الاول. الموضوع صعب. مين ياخد الدوري السنه دي يا كابتن شريف؟ هي المنافسة محصورة بين النادي الأهلي وبيراميدز. هي المنافسة هتبقى شديدة في الآخر، لأن بيراميدز ماشي كويس أوي السنة دي. 11 فوز ما حدش حاسس بيه، خلي بالك. لا، الناس ابتدت تحس. ما دي المشكلة، إن أنت مش شايفه كتير. أنت مش حاسس. 11 فوز ماشي على خطى ثابتة وشكله مختلف. ده عدد كبير ما شاء الله من المباريات. ولو خدت بالك إن بعد رحيل يعني حتى مثلا ما تأثرش بعبد الله السعيد، عدم مشاركة رمضان وبعيد ما تأثرش. بالعكس تحس ان الفرقه اتحررت، كويس، مدرب عنده فكره كويسه، في لعيبه كويسه، مصطفى فتحي فارق قوي مع الفرقه، شخصيه اللعيبه وشكلهم في الملعب مختلف. تحس ان في قوه شخصيه في الملعب واصرار على الانتصار الدائم، ده كان غائب عن نادي بيراميدز. كان مفقود. ودي السمه الجديده عندهم. بقى عندهم عزيمه الانتصار. وبعدين بيخش، لا كل ما تخش ماتش تديني نسب، نسب الحصول على الدوري. والله يا امير يعني ده لسه الاهلي وبيراميدز ما لعبوش ماتشين، ما لسه، ما انا عارف تاجلوا واحد الدور الاول اتاجل. ما نسب الموضوع مقلق، لان بيراميدز ماشي كويس والاهلي كده كده نفسه طويل. مقلق ليك كاهلاوي يعني؟ طبعا. اوكي. لا انا بتكلم كصفه اهلي وكصفه محلل فني، اقولها لك من الناحيه الفنيه. لا، بيراميدز يخوف جدا السنه دي طبعا، والله يخوف جدا غير السنين اللي فاتت. الدوري بنسبه مش بعيده، لان الاهلي خلاص مركز في الدوري. خلاص كده الاهلي ماشي مركز، بس الاهلي مش حلو بقاله فتره. ما عادي عادي، ده ماتشات الدوري انا بلم نقط عادي، وبعدين بعمل تدريب. ده الاهم. ده بص، ده طبيعي جدا يا امير. هتلاقي مستوى متفاوت، مفيش ثبات تشكيل، تدوير لعيبه، راحه لعيبه، ده طبيعي جدا. خلي بالك انت تسال تقول بقى الاهلي مش مستواه امتى؟ لما بقى داخل في بطوله وفي لعيبه ثابته في التشكيل ما بتتغيرش. انما اللعيبه روتيشن بيتم. يعني انت مش قلقان على الاهلي؟ لا لا، مش قلقان خالص. لا لا خالص، بالعكس الاهلي فيه في كل مركز 2 3 كويسين. يعني نقدر نقول 50 50 منافسه بين. انا شايفها رايحه 50 50 60 50 للاهلي. 60 50 للاهلي. ايه اللي بيرجح كفه 60 40 تقصد؟ 60 40 للاهلي. اللي بيرجح كفه الاهلي، لان الاهلي نفسه طويل، الاهلي خبره، الاهلي قوه، الاهلي جمهور.
ودي نقطة مهمة طبعا. انت عايز ايه اكتر من جمهور الاهلي؟ انت عايز ايه تاني؟ وراك جمهور الاهلي، يبقى انت كسبت كل حاجة. طيب عايز اسألك عن اللقطة بتاعت عواد وحسام عبد المجيد، انت كنت مدافع، هل حصل معاك موقف زي ده قبل كده مع حارس مرمى على مدار مسيرتك ولا لا؟ وبتقيم لا. الموقف ازاي؟ هل دي نفاذة ملعب طبيعي انها تحصل ولا بتقيمها ازاي؟ اولا دي يمكن في النهارده كان ماتش تركيا والبرتغال بيلعبوا، لعيب رقم 4 بتاع تركيا حط هدف جول طالع كيبر، ده الكوره ما حدش دخل عليه الجون على فكره. لا واللعيب برضه مش شايف انا الجون طالع بقول اسمي وطالع اخد الكوره ومش حد ضغط على اول الرعب، هو ايه اللي مطلعه بسرعه؟ كريستيانو كان بيصيح كان في صياح منه لزميله عشان ما حطهالوش فحطها بعيد عنه كانسيلو. ففكره ان كريستيانو موجود على فكره دي توتر للعيبه كل خط. انت لو بصيت للماتش النهارده هي كل الديفنس مركز مع كريستيانو اللي جاب الجوان كلهم اللعيبه الثانيه، وهو عمل حتى للناس الثانيه، عمل لفرناندو واحده والجون يعني راح، تخيل انت كريستيانو راح انفراد راح عاملها بالعرض، عارف يعني ايه؟ يسار النفسي يعني. فالاخطاء دي وارده جدا في الكوره. النهارده الخطا الفني بتاع الراجل السيرد باك رقم 4 ده وارد بتحصل. انا يمكن حصلت معايا، يمكن محمد صبحي بتاع الاسماعيلي، كابتن محمد صبحي حارس مرمى كبير زمان في الاسماعيلي، كان مره بيمسك كوره، انا حجزت على الراجل وهو بيمسك الكوره ظهري وخلاص مشيت، لقيتها وقعت من ايده ودخلت. فبيزعق لي بيقول لي تامر، قلت له امن ايه يا ابني الكوره في ايدك ابص لك الكوره. لكن حصل دايما بيحصل نقاش، انما عمرها ما توصل لمد الايد طبعا عمرها، يستحيل. فده موقف لازم يحصل عقوبه اداريه كبيره ومش عايز اقول ايقاف يعني، بس هي عقوبه اداريه ماليه اكتر. هو اتخصم 25% من عقده. طبعا عقوبه، ده اقل واجب، لان ده واجهه للنادي ما ينفعش يحصل كده يعني. صح، ده اقل تقدير يعني. اقل تقدير. ممكن توصل بقى للمدير الفني ايقاف اللعيب نفسه. هل القرارات زي دي تتاخد بسرعه ولا لازم برضو يكون فيه هدوء؟ دي بيبقى فيه لائحه داخليه يعني. انا بيعجبني ساعات في مجلس اداره نادي الزمالك ان هو عنده قرارات قويه ما كانتش بتتاخد قبل كده. حلو، بس بلوم عليه في حته التسرع في اتخاذ هذه القرارات. هو عندهم سن التسرع شويه وممكن يبقى فيه تروي شويه. قرار زي ده اولا ده لائحه داخليه، دي موقف لعيبه داخل ملعب، يبقى ده لائحه داخليه على طول. خلاص بتجيب اللائحه بتاعتك، موقف لعيب بيعتدي على لعيب زميله اثناء مباراه، في اثناء مباراه تم الاعتداء على اللعيب لزميله، دي ايقافها كذا، يبقى في غرامه وايقاف. في بقى الايقاف دي ولا مفيش؟ اكيد مكتوبه في اللائحه الداخليه. المفروض طبعا، المفروض هو عمل الغرامه ما عملش الايقاف. الايقاف دلوقتي هو كده، هو ما لعبش ماتش تاني بس ونزل، هينزل التدريب بكره طبقا اللي عرفناه يعني. لا يبقى مثلا ايقاف مثلا شهر. والله طبعا ايقاف اللعيب شهر، ابعاده عن المباريات. انا فاكر وقعه كانت حصلت في النادي الاهلي بين وليد صلاح الدين وابراهيم سعيد. لا بس كان مش فاكر ايه اللي حصل. في واحده بين هشام حنفي وغالبا شادي محمد. هشام حنفي ضرب شادي محمد بالراس. انا شفت حاجه زي كده غالبا الاثنين توقفوا. صح حصل حاجه زي كده. وده ابراهيم سعيد اللي كان بيحوش بينهم. لا ابراهيم سعيد مع الكابتن وليد صلاح الدين. لا وليد اكيد، ابراهيم اكيد ليه مواقف كتير. كان في ماتش المقاولين العرب انا فاكر ابراهيم سعيد ووليد صلاح الدين والاثنين اتطردوا. ده ماشي، ده حكم اكيد. لا بتكلم كان قرارات الاهلي، مش متذكر ساعتها، يا ريت لو تفتكروا معايا. وموقف برضه هشام وشادي ده انا لسه شايفه قريب. كان شادي حنفي وشادي محمد وهشام حنفي. كان هشام تقريبا من كباتن الفرقه ساعتها يعني. طبعا كان هشام كان لعيب كبير. وحصلت الخناقه دي وحصلت المشكله دي. فدايما هي المواقف توقفوا ولا ايه ساعتها؟ انا مش فاكر الموقف بالظبط يعني، مش متذكر بصراحه، بس اكيد بيبقى في عقوبات. وده لازم هي عقوبه ماليه وايقاف للاعيب المتسبب. كان في موقف ما بين جمال حمزه ولاعب برازيلي كان محترف في الزمالك ريكاردو، بتحصل كتير خلي بالك. انا شفت برضه موقف في تشيلسي وحد تاني حصلت في العالم كله. بتحصل على فكره كتيره جدا. هو بس بيبقى القرارات بتبقى ايه، ده بيبقى مهم جدا عشان هي لائحه داخليه. وعلى فكره بص، هو موقف غير مقبول والشكل سيء جدا. وبالنسبه لكابتن علاء عبد الصادق وكابتن شوبير، دي شهيره قوي. كابتن شوبير كان في الملعب ويخرج. ايوه افتكرت. لكن هي بتبقى نرفزه ملعب غيره على الفرقه، لكن في نفس الوقت لازم يكون عندك ثبات انفعالي. ما تتصرفش تصرفات زي دي. ما ينفعش طبعا، ده زميلي في الملعب، في نادي الزمالك او النادي الاهلي. بالظبط كابتن عبد الواحد السيد نفسه مدير الكوره مع عمرو الصفتي، فاكر في ماتش في الماتش ده اي حاجه زمالك كنت فيها صفتي كنت فيها. لا موجود اكيد. كنت جيت الاهلي ساعتها. ايوه يا عم، مش 2000 وكام، 2008 دي كانت 2000 اعتقد 8. طيب يبقى موجود. الركنيه اللي لعبها جلبرتو لفلافيو حطها في لا جلبرتو، يبقى انا ما كنتش موجود. جلبرتو يبقى 2007 8. ايوه بالظبط كده 7 8. انا جيت 8 9.
بس حصلت برضه. حصلت اه طبعا، ده بتحصل طبيعي. بس هي كلها لائحه داخليه للفريق. طيب اخيرا رسالتك اللي بتوجهها لمجلس اداره نادي الزمالك المحترم، لجماهير نادي الزمالك، بعد القرار اتاخد وقبل الماتش بتاع يوم الثلاث اللي المفروض يتلعب. احنا بنحترمكم، انتوا بتمثلوا نادي كبير زي نادي الزمالك، قراراتكم دايما القرارات الاولى ليكم هي اللي بتتاخد، فخلي بالك من القرارات السريعه. انتوا ماسكين اكبر، تاني اكبر نادي في افريقيا، طبعا. فطبيعي يبقى عندك حساباتك، ولازم تبقى الامور الاداريه بتتاخد بشكل دقيق وكل كلمه منك محسوبه. تمام. لو اتلعب الماتش مين يكسب؟ الاهلي. الاهلي بنسبه كام؟ بنسبه 80 20. ليه بتقول كده؟ ليه بتقول الاهلي يعني في ثبات اكتر، في عنده المنظومه متكامله في كل الصفوف دلوقتي، حتى حراسة المرمى بقت خلاص، في مصطفى وفي الشناوي الحمد لله بقت. انت رايك في الفكره بتاعت ان مصطفى يلعب والشناوي يريح؟ ممتازه، حلو، كويس. الشناوي لسه راجع من اصابه طويله، لعب 3 4 ماتشات ورا بعض، منهم منتخب وضغط كبير، ولعب ماتشين مع الاهلي دوري، 4 ماتشات، ده كويس جدا، ويرجع يريح تاني ومصطفى ياخد، ده هايل بالنسبه لي، ممتاز عادي، لان الحمد لله مصطفى بقى فيه ثقه تلعبه وانت مطمن. تمام. والشناوي طبعا ده كده كده الشناوي يعني. ان شاء الله نتمنى التوفيق للفرقتين في حاله خوض نادي الزمالك لهذه المباراه، وده اللي احنا كلنا بنتمناه عشان الامور تمشي في الاتجاه الايجابي من وجهه نظر الكثيرين يعني، لكن ربما نادي الزمالك يكون ليه راي اخر. خلينا نتابع الملف مع حضراتكم خلال الايام القليله المقبله. انت عندك ايه بكره الاحد والاثنين؟ كل الامور هتتضح بشكل اكبر يعني، وان شاء الله الامور تمشي في الطريق اللي الكل بيتمناه باذن الله تعالى. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا يا امير، ربنا يخليك، وكل التوفيق لمجلس اداره الزمالك. احنا كلنا عايزين نادي الزمالك يبقى في مكان احسن وفي مكان كبير، لان احنا متعودين منه دايما الكبير بيبقى في مكان محترم يليق بيه، دايما اللي بيتكلم عنه يعرف ان هو بيتكلم عن نادي كبير، ده مهم، فده محسوب جدا، وخلي بالك. وكل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، كل التوفيق للجميع. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، بكره حلقه جديده من نفس البرنامج، تصبحوا على الف خير، الى اللقاء.